مولانا عندي سؤالان في هذه المسألة. ايه ما شاء قد الله. تقدم لنا أن مذهب مالك يفرقنا بين النوم قليل و المالكية بعضهم يقول النوم القليل لو كان على غير المتمكن غير الممكن مقعدته من الأرض لا ينقض الوضوء، وبعضهم يقول النوم الخفيف الثقيل ينقض الوضوء. هذا مما شهر في المذهب المالكية على تفصيل عندهم. صحيح، يعني بعضهم الخفيف القصير، الخفيف الطويل، وهكذا يفصلون ماذا كل حالة يتكلمون فيها. هذا بالنسبة للمالكية. أما الشافعية على ما تعلمتم. نعم. وواحد آخر يا سيدي، لو نحن مثلا نجلس ثم ننام لكن نتحرك شوية هكذا، هل يعني إذا نام على هيئة الممكن مقعدته ثم استيقظ وقد صار في الأرض مضطجعا، هذا انتقض وضوءه. أما إذا نام لكن فعل هكذا أو هكذا لكن أفاق وهو على هيئة الممكن مقعدته لا ينتقض وضوءه. عند غير المالكية النوم كله لا ينقض الوضوء، يعني حتى نعرف أن الخلاف كثير، فالواحد منا ينتبه لا يسوم نفسه فوق قدره يظن أحاط بالمذهب أو أحاط بالمذاهب. نحن نعرف بعض الخلاف، ما أحطنا حتى بالشافعي أو المالكي أو الحنفي، لا يكون واحد منا أحاط. هذا باب واسع ما شاء الله، خصوصا الاختلاف بين العلماء. نعم. شكرا مولانا. نعم. قال أخرجه أبو داود وصححه الدارقطني وأصله في مسلم. نعم، يعني له أصل ليس نفس اللفظ في صحيح مسلم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لما يطلق كلمة فاطمة في الأحاديث يراد بها بنت النبي صلى الله عليه وسلم. أما في الغالب لما يريدون بيانها يذكرون من هي، فاطمة بنت فلان. وإلا فاطمة هكذا كما نقول ابن عباس، فيحمل دائما على من في الغالب عبد الله، مع أن العباس عنده عشرة أولاد، لكن يحملون اللفظ عند إطلاقه على عبد الله. نعم. يذكر يعني لا، العلماء في الحديث لا يذكر مبهم، لكن ممكن أي اسم فاطمة ثاني غير بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرونها مبهم. صلى الله عليه وسلم، أمدنا الله بأمدادها. نعم تفضل. فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة. يعني كان ينزل عليها الدم بحيث يستمر يتعدى أكثر الحيض، هذه يقال لها مستحاضة، الحائض التي ينزل عليها الدم لمدة وينقطع. أما هذه يستمر نزول الدم، ماذا تسمى؟ مستحاضة، يعني صاحبة علة. نعم. فقالت له أترك الصلاة؟ قال لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض. هذا يسمى يعني دم علة، مرض اسم العرق العازل كما في الحاشية، هذا عند الأطباء معروف، في أدنى الرحم، شيء في الرحم عند المرأة يبقى ينزل الدم باستمرار. سبحان الله. فلا تترك الصلاة، لها أحكام واسعة، وأنواع المستحاضة كثيرة، يعني العلماء ألفوا بها مئات الصحائف على تفصيل طويل، هنا يعني فقط نذكر رؤوس المسائل. نعم. يعني هذا استحاضة وليس بحيض، فماذا تفعل؟ نعم. فإذا أقبلت حيضت تقي فدع الصلاة. نعم. وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. يعني تنظر تميز بين الحيض وبين الاستحاضة، فما كان من عادتها مثلا عادتها 7 أيام تعتبر 7 حيضا والباقي ماذا تعتبره؟ استحاضة. فعند الحيض لما ينقطع عندها تغتسل، بعد ذلك
لكل صلاة عند الشافعية ماذا تفعل؟ تتوضأ وتستنجي بنية استباحة فرض الصلاة. المالكية كذلك عندهم تفصيل بالنسبة لأن يعدد الصلاة بنفس الوضوء للمستحاضة والسلس الذي أصيب بسلس البول. الشافعية عندهم كل صلاة لابد أن يتطهر ويتوضأ الفرض يعني. وأما المالكية عندهم بالصلاة الواحدة لك أن تصلي أكثر إذا كنت سلسا أكثر من صلاة مفروضة، وكذلك المستحاضة عند المالكية أوسع أسهل. نعم. متفق عليه. وللبخاري ثم توضئي لكل صلاة. نعم. وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا. نعم، يعني مسلم ما ذكر هذا الجزء عمدا، يعني لأنه يريد كان من الباب أن يذكر شيئا في أحكام الاستحاضة لا كل ما يتعلق بها. وفيها أن دم الحيض يؤخذ من هذا الحديث نجس، ودم الاستحاضة أكيد نجس، وأن الاستحاضة غير الحيض يعني فيه تفصيل. وفيه أن من وقعت له واقع لا يعلم حكمها لا يستحي أن يسأل، لا ينال العلم مستح ولا مستكبر أو متكبر. نعم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال كنت رجلا مذاء فأمر، يعني يكثر خروج المذي منه، والمذي ليس منيا، هذا لا يوجب الغسل، إنما هذا ينقض الوضوء، هذا يكون عند أوائل عند سواء تحرك شهوة الرجل أو المرأة يخرج سائل يقال له المذي، هذا المذي نجس وينقض الوضوء لكن لا يوجب الغسل. فهو استحى أن يسأل النبي لأنه صهر النبي زوج ابنته، استحى، ليس استحى بمعنى ترك السؤال، إنما أرسل من يسأل راعى أمر المصاهرة، هذا أخذ منه أنه يراعى أمر المصاهرة في مثل هذا. نعم. فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء. نعم، يعني ينقض الوضوء. فإذا هذا حياء ممدوح أم مذموم؟ ممدوح. أما الحياء المذموم الذي يجعلك لا تسأل هذا مذموم، يعني تبقى على الجهل. كذلك فيه أن خروج المذي لا يوجب الغسل، إنما ماذا يوجب؟ الوضوء للصلاة. نعم. وفيه بين الأصهار في أمر الجماع ونحوه يستحي فيتأدب في الكلام مع والد زوجته. نعم. قال متفق عليه واللفظ للبخاري. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. نعم، هذا يدل أنها لمسها، هذا دليل الحنفية أنه لو لمسها بشهوة لا ينتقض وضوءه. المالكية يقولون إذا لمسها بشهوة انتقض وضوءه، بلا شهوة لا ينتقض وضوءه، مع تفصيل. الشافعية يقولون ينتقض وضوءه طالما لمسها بعمد أم بغير عمد، بشهوة أم بغير شهوة، طالما هي بلا حائل بينهما انتقض وضوءه. يعني خلافهم رحمة، خلافهم رحمة. وفيها هذه المسألة أنه إذا كان مع الحائل لا ينقض الوضوء. وأيضا أخذ فيها مسائل أخرى تتعلق باللمس، أما غير الزوجة وغير المحارم فلمسها حرام بالإجماع، لكن اختلفوا بنقض الوضوء. يعني عند الأئمة حرام مصافحة المرأة الأجنبية بلا حائل عند كل العلماء، لا تلتفت إلى بعض المشايخ الآن يصافحون، هؤلاء غالبهم سياسة يعني لأجل يعني دي مداهنة، لكن الدين أنه حرام، ومن العالم أشد لأنه قدوة. لكن نقض الوضوء نفس التفصيل، فيه خلاف عند العلماء. نعم. لو كانت مصافحة مع حائل، مع حائل يجوز،
كأن كان يلبس هذا القفاز يقال له في لغة العرب يجوز، مثل الطبيب أو الطبيبة. قال أخرجه أحمد وضعفه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، أخرج منه شيء، أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. كانت الميضة في الماضي تكون خارج المسجد، يعني ككثير من المساجد اليوم الميضاءة ليست داخل المسجد، في الغالب تكون خارج، فهو يتكلم عن الخروج للوضوء يعني. فإذا سمعت في شيء في بطنك ولم تتأكد هل خرج أم لا، لا تعتبره انتقض، تبني على الأصل، لأنه الأصل أنه لم ينتقض، أنت متوضئ، هذا الأصل، فلا تحكم بانتقاض الوضوء إلا إن سمعت صوتا أو ريحا. نعم، هذا فيه أن خروج الريح ينقض الوضوء، هذا من الدبر. أما من القبل عند المرأة مختلف فيه عند الفقهاء، خروج الريح أحيانا من المرأة يخرج من قبلها ريح، هل ينقض الوضوء أم لا، فيه خلاف. الحنفية عندهم لا ينقض الوضوء، الشافعية عندهم ينقض الوضوء خروج الريح من القبل عند المرأة. وفي هذا الحديث أيضا أن الشك الذي يطرأ لا يؤثر على الأصل، تبني على الأصل، يعني إذا أنا كنت متوضئا شككت انتقض أم لا أصلي، إذا كنت أنا متأكد أني منتقد الوضوء فشككت توضأت أم لا أتوضأ، لأن الأصل عندي ما هو انتقاض الوضوء، فإذا الأصل لا يؤثر عليه طرح الشك، طرق الشك عليه لا يؤثر، هذا يعني ما يؤخذ من هذا الحديث. نعم، أخرجه مسلم. نعم، وعن طلق بن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رجل مسست ذكري، أو قال الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه الوضوء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إنما هو بضعة منك. نعم، يوجد رواية من مس ذكره فليتوضأ، هذه يأتي، وتوجد هذه الرواية، الحنفية أخذوا بالأولى، فعند الحنفية مس ذكر الشخص يعني بلا حائل لا ينقض الوضوء، سيدنا علي ورد عنه أنه كان يقول هذا، كان يقول ذكري كأنفي، يعني كما هذا لا ينقض الوضوء فمسه أيضا مس الذكر لا ينقض الوضوء. الشافعية عندهم ينقض الوضوء إذا كان بلا حائل، بباطن الكف، بباطن الكف بلا حائل مس الذكر لا الخصيتين، أما مس الخصيتين لا ينقض الوضوء عند الكل. نعم، قال أخرجه الخمسة وصححه ابن حبان. نعم، وبعض العلماء قالوا في هذا الحديث منسوخ، نسخ بالحديث الآخر الذي يأتي، إنما هو بضعة منك، يعني جزء منك، يعني كما أن مس يدك لا ينقض الوضوء مس ذكرك لا ينقض الوضوء، هذا على اعتبار هذا الحديث بعضهم قال نسخ، أو فسر بالمس بحائل أنه كان مع الحائل. نعم، وقال ابن المديني هو أحسن من حديث بسرى. بسرى الذي سيأتي يعني أقوى إسنادا، هذا معنى أحسن، أقوى من حيث السند. وعن بسرة بنت صفوان رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. هذا الحديث فيه دليل على نقض الوضوء بمس الذكر بلا حائل. ما هو باطن الكف؟ قال العلماء عند إطباق الكف مع تحامل خفيف وتفريق بين الأصابع، كل ما ظهر فهو ظاهر الكف، كل ما خفي ماذا نقول فيه؟ باطن الكف. ويقاس هنا إذا فعلت هكذا على الإبهامين، لنلاحظ الإبهامان هنا كيف مفتوحين، فقالوا تفعل هكذا
فيعرف باطن الإبهام من هذه الطريقة. واضح؟ لماذا قالوا مع التفريق؟ لأن هنا ليس من باطن الكف، هذا ظاهر الكف، ظفر ظاهر الكف، أيوة هنا باطن الكف، يعني الراحة وبطون الأصابع. نعم. لو لمس هكذا لا ينتقد وضوءه، لكن انتبه حتى لا يحصل كما سئل ذاك الشيخ، واحد يبول ومسك ذكره هكذا قال لا ينتقد وضوءه، ما هو يبول انتقض بالبول، هو راح إلى المس فقط، يعني ما خطر بباله إلا المس. صحيح. المالكية أيضا يزيدون المس عندهم بباطن الكف و جوانب الأصابع وأشياء أخرى. نعم تفضل. قال أخرجه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان، وقال البخاري هو أصح شيء في هذا الباب. نعم، يعني من حيث السند أقوى ما جاء في هذا الباب. نعم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبن ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. نعم، يعني إذا واحد كان في الصلاة فتقيأ، أولا هذا فسدت صلاته، هل انتقض وضوءه بالقيء؟ الحنفية يقولون نعم إذا كان ملء الفم. الشافعية قالوا القيء يعني بمصر يقول رجع أو استفرغ، بعضهم يقول هذا لا ينقض الوضوء عند الشافعي لكن أفسد الصلاة. نعم، يعني يتمضمض ويعيد الصلاة. أما عند الحنفية إذا كان ملأ الفم القيء فعندها، يعني إذا كان لو فعلت كان يملأ الفم الكمية يعني، فهذا ناقض للوضوء. أما الرعاف ما هو؟ هذا الدم الذي ينزل من الأنف، أحيانا يعني فجأة ينزل من دمك من أنفك دم، هذا يقال له رعاف. هذا في الصلاة قالوا يفسد الصلاة لكن لا ينقض الوضوء. دم المنافذ يؤثر على الصلاة عند بعض العلماء، دم المنافذ ليس دم الجروح مثل اليد أو الرجل. أما عند الشافعية دم الشخص نفسه لا ينقض الوضوء، كثيره و وقليله ولا يفسد الصلاة، كثيره وقليله على تفصيل. كذلك قال أو قلس، يعني إذا أصاب القلس، ما هو القلس؟ هذا شيء جشاء يخرج معه طعام أو شراب، هذا حكمه نجس كالقيء، لكن هو ليس قيئا بمعنى كثير يخرج شيء من التلبك المعدة، فيخرج شيء يتجاوز مخرج الحاء والعين، يخرج من البطن ويتجاوز مخرج الحاء، هذا أفسد الصلاة ولا ينقض الوضوء. فإذا من هذا ما هو الذي أنقض الوضوء؟ المذي. والقيء عند من؟ عند الحنفية. وأما بالنسبة للبقية فهي تفسد الصلاة، فماذا قال؟ فليتوضأ ثم ليبني على صلاته، يعيد هذه الصلاة لا يعتبرها، يعني ما كان صلاه كأنه ما صلاه، يعيد الصلاة. نعم. وبعضهم قال يكمل ما فاته. نعم هذا هو. نعم. أنا ممكن قارئ عن القلس. القلس اقرأ الذي في الحاشية. قال هو شراب أو طعام يخرج من المعدة، حاشية سبعة، إلى الفم، وسواء ألقاه أو أعاده إلى بطنه، يعني سواء أنت بصقته أو ابتلاعه، هلين هذا أفسد الصلاة. لكن انتبه، حرام أن تبلعه عمدا لأنه نجس، حرام إرجاعه إلى البطن لأن في القديم إذا أكلوا الإبل ينتقض وضوءهم، يعتبرون أكل لحم الإبل ناقضا للوضوء لورود الحديث. وكلمني من يفهم في الإبل
قالوا من أكل لحم غالبا، لعله من الحكمة هذه أنه ينقض الوضوء. لكن بعضهم قال هذا نسخ، لأنه يوجد أحاديث أخرى أن النبي أكل من لحم الإبل وصلى، فقالوا هذا نسخ. والمذهب الجديد للشافعي ما فيه أنه ينقض الوضوء أكل لحم الإبل. أما بالنسبة للغنم فلا ينقض الوضوء بالمرة، لكن هذا من باب الاستحباب، إذا أكلوا اللحم أي لحم كانوا يتوضؤون، وإذا كان الشخص على وضوء يجدد الوضوء. تجديد الوضوء ما لا يكون فيه رفع حدث، تجديد الوضوء يعني فيه أني أنا قد صليت مثلا بهذا الوضوء، فالآن لأني أردت صلاة ثانية ماذا أفعل؟ أجدد حتى يبقى على صورة العبادة، يعني التي لو كان منتقضا لماذا فعل؟ لتوضأ. نعم. قال أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. ليس أن الميت نجس، الميت ليس نجسا، ميتة الآدمي طاهرة حتى الكافر، لكن الآية إنما المشركون نجس، يعني كما قال المفسرون يتجنبون كما تتجنب النجاسة، وقال بعض المفسرين عقيدتهم نجسة لأنها تكذيب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يعني أنك إذا مسست كافرا تنجستها، لا، لكن هم يعني كالنجاسة من حيثية. وهذا الحديث للسنة، هذا قول أكثر العلماء، جمهور العلماء قالوا من مس ميتا يتوضأ لا لانتقاض وضوئه سنة، ومن غسله أو ساعد المغسل في تغسيل الميت ماذا يفعل؟ يغتسل، من باب السنة، ليس أنه انتقض وضوءه أو صار على جنابة، لا، إنما هذا من باب السنة. نعم. بعض العلماء قالوا، أحمد يعني، قالوا بوجوب الوضوء إذا أنت مسست ميتا، قال يجب أن تتوضأ، يعني خلاف، لكن الجمهور على ما ذكرت لكم يقولون سنة. تفضل. قال أخرجه أحمد والترمذي وحسنه والنسائي، وقال أحمد لا يصح في هذا الباب شيء، يعني من حيث السند. نعم. قال وعن عبد الله بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر. رواه مالك مرسلا ووصله النسائي وابن حبان وهو معلول. نعم. البيهقي يذكر العلة ويقول رواه الشافعي عن مالك وهو منقطع بالانقطاع يعني، لكن ما هي هذه المسألة؟ وردت روايات أخرى لا يمس المصحف إلا طاهر، هذا أو لا يمس القرآن إلا طاهر، قالوا هذا المس الذي يكون مع انتقاض الوضوء أو الجنابة أو الحيض حرام، هذا عليه أغلب الفقهاء، لكن يوجد أقوال للعلماء كابن عباس وغيره من مجتهدي الصحابة قالوا بجواز مس المصحف لمن انتقض وضوءه، فسروا الآية التي فيها لا يمسه إلا المطهرون، الآية قبلها فيها ذكر اللوح المحفوظ وفيها ذكر القرآن، فالذين قالوا بحرمة مس المصحف لمن انتقض وضوءه قالوا هذه الآية عن المصحف عن القرآن، والذين قالوا بجواز مس القرآن مع الانتقاض للوضوء قالوا هذه الآية المقصود بها اللوح المحفوظ لا يمسه إلا الملائكة، فأرجع الضمير في الآية إلى الملائكة، فعلى هذا خلاف يعني معتبر. طيب ما الأحوط نحن أن نفعل؟ أن لا نمسه إلا على طهارة كاملة.
أما بالنسبة للمرأة إذا كانت في بيتها هل يشترط أن تغطي شعرها أو رأسها، تلبس الخمار وهي تقرأ؟ لا يشترط، هي وحدها في البيت لا يشترط، لأن البعض يظن من النساء أنه يجب عليها عند قراءة القرآن أن تكون ساترة. قراءة القرآن خارج الصلاة ليس لها نفس الحكم في الصلاة، الصلاة تستر ولو كانت وحدها، أما قراءة القرآن لا يجب. نعم نعم. بعض العلماء قالوا لمسه مع الحائل بلا وضوء يجوز، مع الحائل مثل ورقة أو كيس شنطة، مثل شنطة. وبعضهم قال حتى مع هذا لابد من الوضوء، لأنه الشيء الذي كان معه صار له حكمه، له نفس الحكم، مثل بيت المصحف، أحيانا يكون له بيت، قالوا هذا البيت له حكم المصحف. نعم. يعني مهم يا أحباب، هل يمس الإنسان إذا كان منتقض الوضوء القرآن؟ فيه خلاف. الجنب كذلك فيه خلاف، الحائض كذلك فيه خلاف، لكن ما هو القول الأحوط؟ أن لا تمس لا يمس الحائض ولا الجنب ولا النفساء ولا المنتقض وضوءه القرآن. نعم. أما قراءة القرآن المنتقض وضوءه يجوز أكيد من غير مس، أما الحائض والجنب والنفساء لا يجوز لهم أن يقرأوا ولو بلا مس، إلا ما كان من أوراد التحصين التي تتحصن بها المرأة صباحا ومساء كالكرسي والمعوذات. وبعض العلماء ابن عباس يقول يجوز أن تقرأ الحائض ولها ثواب، حتى بعضهم قال للتعليم يجوز وبعضهم قال حتى للتعليم لا يجوز. سبحان الله، يعني لو كانت هي مدرسة لا تذكر آيات في الاستشهاد على ما تقوله، لا تذكر الآيات، هكذا عند بعض العلماء، وبعضهم يجوز، يعني خلافهم رحمة وخلاف معتبر، خلافهم معتبر. نعم. هذا بالنسبة لمس القرآن وقراءة القرآن. أما الصلاة أكيد بالإجماع لا يصح من الحائض ولا الجنب ولا المنتقض وضوءه الصلاة أكيد. إيه. يسمع السماع يجوز للكل، أن يسمع من قراءة غيره يعني يجوز للكل، والذكر كذلك يجوز للكل عند كل العلماء، لأن الذكر غير القرآن، لا إله إلا الله، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الاستغفار، الحمد لله، الحوقلة، هذا جائز. نعم تفضل. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه عليه الصلاة والسلام، يعني في كل أوقاته. هذا الحديث دليل يا أحباب لنا أننا يجوز لنا أن نذكر الله بأي أذكار وردة في الشرع، سواء اجتمعنا أو كنا فرادا، بعد الصلاة أو بعيد عن الصلاة، لأن الوهابية ينكرون علينا الأوراد بعد الصلاة، الله يصلحهم. النبي قال في كل أحياء، قالوا عنه في على كل أحيانه، يعني هذا ما في تقييد، نذكر الله في كل أوقاتنا، هذا إجماع. وكذلك قراءة القرآن تجوز لو من غير وضوء، بس من غير لمس، من غير مس. نعم تفضل. رواه مسلم وعلقه البخاري. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ. نعم. الاحتجام يعني الحجامة، استخراج الدم، وهذا انتبهوا، ليس كل إنسان له أن يفعل لغيره الحجامة، هذا يحتاج إلى دراسة، تلقي، هذه طبابة، تطبيب، علاج للآخرين، فبعض الناس يتجرؤون يفعلون، انتبهوا، هذا كالمسائل الشرعية تحتاج إلى تلقي. لا يتسرع الإنسان، أعرف واحدا قتل بسببها،
واحد عمد له في 16 موضعا في جسده، قد يقال صفى له دمه 16 موضعا، وكان هو قلبه ضعيفا يعني لا يتحمل هذا الكم، هذا العدد في وقت واحد. والبعض يفعل في مواضع يؤذي الشخص، يفقد بصره، يفقد حاسة، فانتبهوا. يعني ليس كل إنسان كان حجاما يعني أخذها بالتلقي انتبهوا لهذا. هذه واحدة. ثم ورد في الحديث الذي طبب غيره من غير أن يكون طبيبا، هذا إذا حصل له شيء يغرم، يعني إذا كان في تعطل يد، تعطل عين، كالدية يدفع له أشياء مقابل هذا الذي فعله بغير علم، لكن هذا ليس شيئا سهلا الطبابة. طيب الأمر الثاني، النبي فعلها وصلى، يعني هذا خروجه لا ينقض الوضوء، لأنه ما خرج من السبيلين، ليس من القبل والدبر. لكن بعض العلماء ضعفوا هذا الحديث، يعني مالك والشافعي أخذوا به، بعضهم قال شيئا آخر بالنسبة للحجامة. والنبي كان يفعل أحيانا الحجامة أو الصحابة في المسجد من غير تنجيس المسجد، ولم ينكر عليهم رسول الله. هذا يدل أن هذا ليس حراما في المسجد، الحرام هو تنجيس المسجد، حرام. نعم. قال أخرجه الدارقطني ولينه. لينه يعني قال فيه لين، وهذا شيء من أسباب الضعف، يعني ضعيف. نعم. وعن معاوية رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهل، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. العين وكاء السهل، ما معنى هذا؟ يعني هذا يحفظ، مثل مثلا هذا الكيس، إذا أنا عملت هذا، هذا حفظ لما في الكيس، صح؟ وكاء يقال له. أنا الآن هذا الكيس أحفظ ما فيه بهذه الطريقة، فإذا كان تركت هذا ما صار هنا قد لا يحفظ ما فيه، قد يقع مني إلى آخره. كذلك وأنت مستيقظ العينان تعياني ما يخرج منك، يعني طالما أنت مستيقظ فتنتبه هل خرج منك ريح أم لا. أما إذا نمت استطلق الوكاء، يعني ما عدا محفوظا، لذلك تتوضأ. عرفتم؟ هكذا قالوا في هذه المسألة. ما هو السهي؟ الدبر. نعم، السهي هو الدبر. فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، يعني ما عادت الأمور مضبوطة بالنسبة إليك لأنك نمت. رواه أحمد والطبراني وزاد ومن نام فليتوضأ. نعم، هذا مر معنا أن النوم وتفصيله ما هو في نقض الوضوء. نعم. وهذه الزيادة في هذا الحديث عند أبي داود من حديث علي دون قوله استطلق الوكاء، وفي كلا الإسنادين ضعف. لذلك الحنفية عندهم والمالكية تفصيل بالنسبة للنوم، لأن اعتبروا هذه الزيادة إيش؟ ضعيفة. هل نأخذ بالحديث الضعيف في الأحكام؟ مختلف عند الفقهاء. وما هو الضعف؟ يعني بحسب الضعف. نعم، تفضل. ولأبي داود أيضا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا إنما الوضوء على من نام مضطجعا، وفي إسناده ضعف أيضا. يعني هذا فيه أنك إذا نمت مضطجعا يعني لست على هيئة الممكن مقعدتك من الأرض. الاضطجاع النوم على جنب يمين أو شمال، هذا اسمه اضطجاع. والنوم هنا يعني غاب واستتر عقلك، ليس الجنون، لذلك شبه النوم بالموت لأنه يشبهه من حيثية، موت الأصغر يقال له. نعم يا حبيبي بارك الله فيك، تفضل. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي أحدكم الشيطان في صلاته يعني الشيطان هو الذي يأتيك وأنت في الصلاة. نعم. فينفخ في مقعدته فيخيل الشيطان ينفخ في مقعدتك، يعني في دبورك،
حتى يشوش عليك في الصلاة فتظن أنه خرج منك شيء يوهمك يعني، أو أحيانا يشد شعرة على باب الدبر يوهمك أنه خرج منك شيء فلا تلتفت. هذا معنى الحديث. أعد: يأتي أحدكم، يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا فيه الحس على طرد الوسواس، الوسوسة يعني وسوسة الشيطان، وفيه أنك إذا شككت ماذا تحكم؟ قلنا باليقين، تأخذ باليقين. نعم. أما بالنسبة لموضوع تسمع صوتا أو تجد ريحا، يعني حتى تتيقن المقصود، فإذا تيقنت أنه خرج منك خلاص انتهى، يعني تذهب وتتوضأ. نعم. الشيطان يا أحباب يأتي إلى الدرس، اسمه كحيل، هذا يأتيك فتنعس في الدرس، تأتي فتنام. هذا اسمه كحيل، شيطان معين اسمه هكذا، هذا عمله فقط، يشوش عليك في الدرس. بعضهم في الوضوء يأتيك، بعضهم في الصلاة، سبحان الله. يعني هؤلاء منذ أن عادوا نبي الله آدم يعادوننا. نعم. يسمع. إيه صحيح، لكن لا يعلم ما في قلبك، لا يعلم. إنما ماذا يفعل؟ أنت أحيانا يصير على وجهك خوف، اضطراب، فيظهر أنك ما ألقاه هو عليك تأثرت به، أما هو حقيقة لا يعلم ما في قلبك. حتى الملك الذي معنا رقيب وعتيد لا يعلمان ما في القلوب، الله يطلعهما ماذا في قلبك من خير فيكتب لك ومن شر عليك، أما هما لا يعلمان ما في القلوب إلا رب القلوب. الله. نعم تفضل. قال: أخرجه البزار، وأصله في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد، ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه نحوه، وللحاكم عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه مرفوعا: إذا جاء أحدكم الشيطان فقال إنك أحدثت فليقل كذبت. نعم، لأنك لم تتيقن هكذا. وأخرجه ابن حبان بلفظ فليقل في نفسه. إيه فليقل في نفسه يعني لا في لسانه. إيه لأنك في الصلاة. هذا يفسد الصلاة، في نفسك يعني في قلبك قل هذا. وهنا كذلك هذا الصحابي الذي أمسك جنيا، ثم هذا الجني قال للصحابي اتركني ولن أعود فتركه. النبي لما علم عليه الصلاة والسلام قال كذب سيعود، ثم عاد فأمسكه فقال اتركني ولن أعود فتركه، ثم عاد النبي قال سيعود كذب، في الثالثة الصحابي قال لهذا الجني الآن لن أدعك لن أتركك، قال اتركني وأعلمكم شيئا يخلصكم منا، قال ما هو؟ آية الكرسي قال له. فالنبي قال صدق الخبيث، يعني هو خبيث وكذاب في العادة، لكن في هذه المسألة صدق. فشأن الشياطين الكذب، شأنهم يعني، حتى المسلمون من الجن أكثرهم فساق، غلب عليهم الكفر الشياطين الجن، والمؤمنون منهم كثير منهم فساق أكثر من البشر يعني. إيه الله يسلمنا من شرورهم. نعم تفضل. قال: باب آداب قضاء الحاجة. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. لأنه كان خاتم النبي هنا مكتوب عليه محمد رسول الله، أما إذا أنت لم يكتب عليه شيء ودخلت به الخاتم لا كراهة ولا حرمة، لكن النبي كان يتركه خارجا لأن فيه اسم معظم، أسماء يعني، اسمه واسم الله. خاتم النبي بعضهم قال كان مكتوبا بهذه الطريقة، يعني لفظ الجلالة أولا رسول محمد. العرب في الأصل يعني لما تقرأ تقرأ من أعلى إلى أسفل أو من اليمين إلى الشمال، فإذا هذه من حيث القراءة غلط، فقالوا خاتم النبي مستثنى،
أما نحن لا نكتب بهذه الطريقة، يعني من كتب الله رسول محمد حرام، لأن هذا معناه الله رسول محمد. العرب هكذا تقرأ، إما من فوق لتحت أو من اليمين إلى الشمال. هذا يجهله كثير من الناس، يظنون أن هذا خط عربي ومتداخل. حتى في كتابة الآيات كثير من الطرق التي يكتبون الآيات متداخل الأحرف والكلمات كثير منها خطأ. العرب تقرأ هكذا، إما من اليمين إلى اليسار أو من فوق إلى تحت. فمن كان قدم كلمة على كلمة بحيث لو كان من اليمين صار الكلام معكوسا، يعني أدخل كلمة قبل كلمة، لا يجوز، خصوصا في الآيات نتكلم. فانتبهوا لهذا، محمد رسول الله هذا له مزية، وهذا عمله الرسول حتى يختم المكاتيب، لأنه قيل له يا رسول الله هؤلاء الملوك هذه عاداتهم، عندهم ختم للرسائل، فقال افعلوا، طلب منهم أن يفعلوا، فصار يلبس الخاتم النبي ويختم به ما يرسل من الرسائل، لأن النبي ما كان يكتب ولا يقرأ المكتوبة. نعم. في سؤال. تفضل. إذا كان الخاتم مكتوب عليه أي شيء باللغة العربية الأخرى وأسماء من أهل البيت، هل يأخذ برضو هذا؟ إذا مكتوب عليه شيء معظم مثل لفظ الجلالة أو أسماء الله أو آية أو اسم النبي وأريد به النبي صلى الله عليه وسلم، حرام أن نقذره، ومكروه إدخاله إلى الخلاء، مكروه. أما إذا كتب عليه علي، حسين، عمر، أبو بكر، هذه ليست معظمة، الأشخاص معظمة، يعني نحن نحب هؤلاء وهؤلاء لهم قدر. أما اسم عمر لو رمي ليس كاسم نبينا، ليس كاسم الله أبو بكر. أما إذا عبد الرحمن فيه لفظ الرحمن اسم الله، هذا شيء آخر. كان سيدنا عمر نقش على خاتمه اتق الله يا عمر، كان نقش من الداخل هنا على خاتمه اتق الله يا عمر، فيها تخويف، يعني تذكير لنفسه بتقوى الله. فالدخول للخلاء هنا بحسب ما كتب على الخاتم، أو معك أوراق فيها شرع لا تدخلها إلى الخلاء. أما القرآن لا، أكيد من باب الأولى لا ندخله إلى الخلاء. أما إذا أدخلت الهاتف عليه في الداخل فيه مصحف فلا تفتح الصفحة، لكن مجرد أدخلته لا يحرم الهاتف. هنا لكن ختم يعني فيه اسم نبي هكذا من تحت إلى فوق، في خاتم النبي خصوصية أنه من تحت إلى فوق يقرأ محمد رسول الله، هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام. أما نحن لا نكتب بهذه الطريقة، إما من اليمين إلى اليسار أو من فوق إلى تحت. يعني فلا يجوز اشتراؤه لأنه يباع، يعني يباع في إذا اشتري على معنى هذا مثال خاتم النبي لا تلبسه، إنما تضعه عندك مثال الخاتم، لكن لا نلبسه وهو مكتوب بهذه الطريقة. نعم. قال أخرجه الأربعة وهو معلول. معلول يعني فيه علة، منها أن ابن جريج لم يسمعه من الزهري، هكذا قال الدكتور كمال الحوت حفظه الله، فالوهم فيه من همام، قالوا هذا معلول. نعم. وعنه رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث بتسكين الباء وضمها، قراءتان. الخبث هم ذكور الجن والشياطين، أما الخبائث النساء إناثهم، ذكور الشياطين يقال لهم خبث، و يعني جمع خبيث، والإناث خبائث جمع خبيثة. فأنت لما تدخل الخلاء قبل أن تدخل تقول هذا بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وتدخل بإذن الله يحفظك الله من شرهم. وأما إذا كان الشخص يريد دخول الخلاء فلو لم يقل هذا، فقط قال بسم الله
بإذن الله يحفظ. يعني على الأقل قل بسم الله وادخل، لا تقول في الداخل، تقول في الخارج وتدخل. أما ذكر الله في الخلاء باللسان ليس حراما، مكروه، هذا القول الذي قاله الجمهور، وقال بعض التابعين لا يكره. سبحان الله، يعني عندهم في الخلاء حتى لا يكره ذكر الله باللسان، أما بالقلب يجوز أينما كنت. واضح؟ تفضل. أنا يعني بالنسبة لتحديد الخلاء، كان في مثلا في الحمام يكون فيه مكان للوضوء مثلا مستفل هكذا. نحن في الماضي كانت البيوت أحسن من الأيام هذه، كانوا يعملون موضع الاغتسال منفصل عن موضع القضاء الحاجة، أما اليوم خلطوا، صار المكانان في غرفة واحدة، يعني في حجرة واحدة، فهذا للأسف يعني مكروه أن تذكر الله تعالى حيث قضاء الحاجة. لو أغلقت هذه الكرسي بشيء، لو سدت بشيء هذه الكرسي، طالما المغتسل معها في نفس المكان مكروه. فماذا كانوا يفعلون؟ يفعلون لها بابين، باب تدخل منه للاغتسال فيه حائط، وباب لقضاء الحاجة. واضح؟ نعم. حتى العلماء قالوا الخلاء الذي، يعني المكان الذي كان خلاء، لو سد يبقى له حكم الخلاء. نعم. سبحان الله. فحاولوا يعني لأجل الاغتسال ولأجل الوضوء أن تذكر الله تعالى خارج الخلاء وتدخل، تسمي الله عند غسل اليدين وتدخل، تقول بسم الله خارجا وتدخل. وعند بعض العلماء يجوز أن تسمي الله داخل الخلاء بلا كراهة، يعني خلاف. قال أخرجه السبعة، لأن من توضأ بلا بسملة ماذا قلنا البارحة؟ لا ثواب له في الوضوء. طيب كيف أقول البسملة في الخلاء؟ لا، في القلب لا تحصل السنة. أيوة. إذن هنا على قول، خذ بذاك القول الذي يقول لا كراهة مثلا، أو قبل أن تدخل الخلاء تغسل يديك بسم الله وتدخل مثلا. قال وعنه رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. نعم، كان يحمل له إداوة. ما هي الإداوة؟ إناء صغير من جلد يملأ فيه الماء، من ماء وعنزة، ليس معزة، عنزة معناها رمح، هذا الرمح الذي يرمى في الحروب. طيب لماذا يحمل الرمح؟ له فوائد، منها أحيانا قد تضعه وتعلق عليه ثوبك عند قضاء الحاجة، ومنها إذا أردت الصلاة بعده تجعله سترة بينك وبين القبلة، تغرسه في الأرض وتصلي يكون بينك وبين القبلة حائل سترة. عرفتم؟ وفيه هذا الحديث أيضا أن هذا الرجل كان يخدم النبي، فإذا كان رجل من الطيبين أنت خدمته هذا لا بأس، يعني قد تستعمل كذلك بعض الأصحاب في حاجتك، هذا جائز. ومن كان في خدمة أخيه هذا ثوابه عظيم. رجل كان من الطيبين كلما كان مع إخوانه يخدمهم أينما كان، في سفر أو حضر. فكان مرة هناك جهاد، معركة، ذهب معهم، فصار في المعركة أيضا يخدم أصحابه، يغسل لهم، يحمل لهم متاعهم إلى غير ذلك، إضافة يعني للجهاد. فقتل رحمه الله، فبعد المعركة أرادوا دفن القتلى فوجدوه مبتسما ويده حفر عليها حفرا من أهل الجنة، هكذا حفر عليها حفرا من أهل الجنة. هذا من بركات الجهاد لا شك، ولكن من بركات أيضا خدمة الأصحاب والإخوان.
أن تخدم أخاك هذا رفعة، سيد القوم خادمهم، ورواية خادم القوم سيدهم عظيمهم إذا خدمتهم، فهذا لا ينقصك. كذلك في بيتك مع زوجتك، أو زوجة تخدم زوجها، أو الأبوان يخدمان الأولاد، أو الأولاد يخدمون الأبوين، وهكذا. هذا أمر عظيم أخذ من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. تفضل. قال منتخب النبي، عفوا، النبي كان عليه الصلاة والسلام يستنجي بالحجر ثم بالماء، هذا إن وجد، وإلا أحيانا كان يستنجي بالماء وحده أو بالحجر وحده، لكن الأكمل ما هو؟ أن يستنجي المرء بالحجر يتبعه بالماء. نعم. قال متفق عليه. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ الإداوة فانطلق حتى توارى عني فقد حاجته. إيه، هذا كان يعني في فلات أرض مكشوفة، فأخذ هو حتى يقضي الحاجة وبعد، يعني ابتعد. هذا معنى توارى، يعني ما عدت أراه، سواء خلف شجرة خلف صخرة أو يبعد عنه حيث لا يراه. نعم. قال متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. نعم، هذا هنا جاء بهذا اللفظ اللاعنين، وفي روايات اللعانين، يعني اللذان يكونان سببا في لعنك، اجتنب ما بسببه قد يلعنك الناس. ما هو؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس، ما معناه؟ يعني هذا الإنسان يقضي حاجته في الممر الذي يمر فيه الناس، هذا حرام، لا يجوز لك أن تفعل هذا في الطريق والشارع الذي هو يكون مطروقا من الناس، حرام، لا يجوز. ثم قال أو في ظلهم، يعني المكان الذي يستظلون فيه عند في الصيف. في الصيف الناس أين تذهب في العادة؟ إلى الظل. وقيس عليه في الشتاء العكس، موضع الشمس يقصده الناس في الشتاء. كذلك هذا لا يفعل أن يتخلى هناك، يعني يقضي الحاجة، حرام. قال رواه مسلم. زاد أبو داود عن معاذ رضي الله تعالى عنه الموارد، ولفظه اتقوا الملاعن الثلاثة البراز. البراز في الموارد يعني حيث يرد الناس، والبراز هو الغائط، يعني نعم، البراز في الموارد وقارعة الطريق والذل. إيه، قارعة الطريق يعني حيث الناس يمرون فيها، هذه قارعة الطريق ما يطرق. نعم. والظل كما ذكرنا. نعم. هذه تفضل. ولأحمد، ولأحمد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أو نقع ماء وفيهما ضعف. أو نقع ماء يعني مكان اجتمع فيه الماء لا تقضي الحاجة فيه، كما مر معنا المكان الماء الراكد حتى يستفيد الناس من الماء، فنحن لا نقضي الحاجة في هذا الماء الراكد، يعني غير المتحرك. فيهما ضعف يعني من حيث السند. نعم. في حديث أبي داود وأحمد قال أبو داود عقبه حديث مرسل، وأما حديث أحمد ففيه ابن لهيعة ضعيف، معروف بالضعف هذا، والراوي عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. وأخرج الطبراني النهي عن قضاء الطبراني وأخرج الطبراني النهي عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة وضفة النهر الجاري من حديث ابن عمر بسند ضعيف. نعم. الأشجار المثمرة فيها تفصيل إذا كانت لك أو لغيرك. إذا كانت لك يجوز، لكن مكروه.
لأنه إذا وقع الثمرة تعافها الأنفس، يعني لا تأكلها النفس بعد ذلك، لو غسلت يعني النفس تنفر منها. أما لغيرك حرام، لأنك تصرفت في ملكه بغير ما يرضى، لا يجوز. وكذلك بالنسبة لضفة النهر، لأنها مقصودة لأن يأتي الناس ويملأوا الماء منها أو يتوضؤون، فكذلك لا نفعل على ضفة النهر. نعم. إيه ضفة النهر؟ ضفة يعني الشاطئ الذي على النهر، الرمل الذي يكون أو الصخر الذي أمام النهر. أليس النهر يكون له مجرى يمر فيه الماء، له ضفتان، هذا الذي يكون على الجانبين من رمل أو حجر يقال له ضفة. واضحة؟ وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدث فإن الله يمقت على ذلك. إيه حبيبي بك شيء؟ إيه نعم، خذ راحتك، بارك الله فيك، الله يكرمك، كرمك الله، استودعك الله، تأخذ ما فاتك إن شاء الله، تأخذ ما فاتك إن شاء الله. لما يذهب شخصان للتغوط يعني ينفصل هذا عن هذا ولو بستار، ولو بوضع رداء، أو ماذا يفعل؟ يبتعدان عن بعضهما بحيث لا يرى كل واحد منهما صاحبه. الأمر الثاني قال لا يتحدثان أثناء قضاء الحاجة، مكروه. أثناء خروج البول والغائط الكلام مكروه، إلا لعذر شرعي، كأن رأيت حية تهجم على ولد مثلا تنقذه أكيد. فإن الله يمقت على ذلك، يعني هذا مكروه، كراهة تنزيهية، ليس حراما، مكروه. الكلام عند قضاء الحاجة مكروه، والكلام عند الوضوء مكروه، حتى تنهي الوضوء تتكلم، وأنت تتوضأ لا تتكلم بكلام الناس. نعم. رواه أحمد وصححه ابن السكن وابن القطان وهو معلول. نعم، فيه علة ذكرها العلماء، ضعفوا حديث عكرمة ابن عمار، وأخذ من هذا الحديث وجوب ستر العورة على الآخرين، وأخذ أيضا كراهة الكلام عند قضاء الحاجة. نعم. وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء. نعم، نهى النبي هنا في هذا الحديث عليه الصلاة والسلام عن أمور. الأول، إذا كنت تقضي الحاجة استعمل شمالك، لا يدك اليمنى، لكن ليس حراما، السنة يعني أن تستعمل الاستنجاء بأي يد؟ باليد اليسرى. طيب، وقال ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ما معناه لا يتمسح من الخلاء بيمينه؟ يعني إذا كنت في الخلاء تقضي سواء بالغسل أو بمسح الحجر استعمل اليسرى لا اليمين، التمسح يكون بالحجر أو نحوه، أما الغسل يكون بالماء، أليس كذلك؟ والاستنجاء بالحجر ماذا يسميه الفقهاء؟ استجمارا، هذا الاستجمار يسمى. طيب، قال ولا يتنفس في الإناء، يعني وأنا أشرب هكذا لا أفعل هكذا وأنا أشرب، إنما ماذا أفعل؟ بسم الله الثانية الثالثة، لا أتنفس أو أخرج ما في فمي إلى الماء كما يفعل بعض الأولاد فينزل في الماء هذا. أما الحديث يروى عن النبي مص الماء مصا هكذا، رأيتم كيف ألقيت الإناء على شفتي؟ لاحظوا، ولا تعبوه عبا، هذا العب
الأندونيسيون ماذا يفعلون؟ العب العب. لا، هذا يقول الأطباء يؤثر على الكبد، سبحان الله، يضرب الكبد. في فوائد يعني عدم فعل هذا، فلجأوا إلى المص يا شباب لا إلى العب. سبحان الله. نعم. لكن مص مكروه؟ المص سنة. سنة. إيه سنة. والعب مكروه. العب مكروه. إيه نعم، ليس حراما. قال متفق عليه واللفظ لمسلم. فإذا فيه كراهة مس الذكر والاستنجاء باليمين وحرمة الاستنجاء بالنجس، لأن الحديث له تتمة، كان هذا الحديث له تتمة أو مع الذي قبله، وفيه أنه أتي له عليه الصلاة والسلام بشيء من النجاسة يابسة ليستنجي بها فرماها، روث، أتي له بحجرين وروث يابس فرمى الروث واستنجى بالأحجار. نعم. وعن سلمان رضي الله تعالى عنه قال لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو عظم. هذا الحديث. طيب، أول أمر لا تستقبل القبلة ببول أو غائط إذا كنت في صحراء أو برية وليس بينك وبين القبلة حائل سترة، فهذا الاستقبال للكعبة يعني القبلة أو استدبارها عند التبول أو التغوط حرام. واضح؟ حرام أن تستقبل القبلة وتستدبرها بلا اتخاذ سترة. ما هي السترة عند الشافعية؟ اختلفوا عند العلماء السترة أقوال كثيرة، لكن عند الشافعية شيء مرتفع ثلثي ذراع فأكثر، هذا الذراع من رؤوس الأصابع إلى المرفق، هذا الذراع الشرعي، قريب النصف متر إلا قليل، ويكون بينك وبين السترة ثلاثة أذرع فأقل، يعني قريب المتر ونصف. أما إذا ابتعدت السترة حرام أن تستقبل الكعبة أو تستدبرها، هذا في أي شيء في المكان الذي هو ليس مهيئا لقضاء الحاجة، يعني ليس في الخلاء. أما إذا الخلاء جعلوه إذا جلست تكون مستقبل الكعبة أو مستدبرها، لا يحرم ولا يكره. إذن هنا يتكلم النبي عن أي شيء عليه الصلاة والسلام، نهاهم عن أي أمر؟ استقبال القبلة واستدبارها في فلات أرض يعني مكشوفة، صحراء برية، هذه حرام أن تستقبل القبلة أو تستدبرها ببول أو غائط. طيب، ونهانا أن نستنجي باليمين، هذا للكراهة، ونهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار عند الشافعية وجوبا، أقل عدد للأحجار تستعملها ثلاثة أحجار أو حجر له ثلاثة رؤوس، هذا عند الشافعية، وعند غيرهم تفصيل في ذلك. ونهانا أن نستنجي برجيع أو عظم. ما هو الرجيع؟ الروث يعني القذر الذي يخرج من الدابة، روث البقر أو نحوه، هذا لو تجمد لا يصح الاستنجاء به. نعم. لماذا نهينا عن الاستنجاء بالعظم؟ ورد في حديث آخر لأنه طعام إخوانكم من الجن، هناك جن مسلم، فأنت إذا أكلت الدجاج، إذا أكلت الفرخة العظم لأنها ذبح حلال، الله يكسوها لحما ويأكلها الجن المؤمن، سبحان الله. في سؤال. إيه نعم. في الصعيد هذا الرجيع يأخذونه ويصنعونه ويضعون عليه العيش يعني. نعم. عند الإمام مالك رضي الله عنه روث المأكول طاهر،
روث البقر والغنم والإبل طاهر. ففي الصعيد يعني مالكية غالبا هنا أخذوا بطهارته فيعملون منه ما يخبزون به الخبز العيش، فهذا عندهم طاهر ولا ينجس الخبز. وعند الحنفية إذا تعرضت له النار، يعني تفصيل عند العلماء في هذا، يعني لا بأس أن تأكل الخبز من الصعيد إن شاء الله وتجلب لنا من الصعيد خبزا إن شاء الله. طيب، يعني هذا أخذوا بقول معتبر. نعم، روث المأكول عند مالك طاهر، هذا يحتاج إليه في هذه الأيام لما تكثر الطيور مثلا في المساجد ونحو ذلك. روث المأكول، حمام، الطيور الصغيرة، البقر، الغنم، الإبل، دجاج، أرنب، هذا روثه طاهر. سبحان الله، هيك مالك يقول. أمدنا الله بأمداد العلماء. نعم. قال رواه مسلم وللسبعة عن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه: فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط ولا بول، ولكن شرقوا أو غربوا. شرقوا يعني استقبلوا جهة الشرق أو الغرب، وهذا ليس في كل البلاد، لأنكم تعلمون يعني أن بعض البلاد يستقبلون الشرق وبعضهم يستقبلون الغرب، إنما هو كان في المدينة يتكلم، والمدينة يتجهون إلى الجنوب. شرقوا أو غربوا يعني بحيث تتجنبوا استقبال القبلة، وكل واحد منا بحسب البلد التي هو فيها. واضح؟ يعني أنتم أندونيسيا تستقبلون الشرق إلى الشمال، صحيح؟ شرق شمال، غرب 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 شمال، يعني غرب وتميلون قليلا إلى الشمال. أمريكا الشمالية مثلا يستقبلون الجنوب قليلا إلى الشرق، مثل مصر، نحن هنا الآن في مصر كيف نستقبل؟ ليس إلى الجنوب تماما، جنوب شرق، هكذا هكذا. ينظر موضعك من البلد، أين الكعبة منك، هكذا. لذلك معرفة القبلة هذا أمر عظيم، ليس فقط للصلاة، أمور كثيرة يتعلق بها. وكذلك مصر تتفاوت لكبرها كيف الميلان إلى الشرق، صحيح؟ سبحان الله، مصر ممتدة طويلة، بلد طويل. تفضل. عرفنا ما معنى شرقوا أو غربوا؟ نعم. طيب يلا. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى الغائط فليستتر. فليستتر يعني يضع بينه وبين القبلة سترة ويستر عورته عن الناس. رواه أبو داود. وعنها رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال: غفرانك. استعمل من الغائط لأنه كان في الأصل كلمة غائط لها معنى غير الشيء الذي يخرج، هو المكان الذي يعمل به، يعني مثل الخلاء، لكن صار يستعمل بعد ذلك على ما يخرج من الإنسان. يعني كلمة الغائط في الأصل المكان الذي تقضي فيه الحاجة، المنخفض. فالحاصل هنا الحديث ما هو؟ أنه بعد الخروج ماذا يقول؟ غفرانك. وهناك روايات: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. أي أذى؟ أذى ما في بطنك خرج، وإلا لو بقي لحصل ضرر عظيم، ولم تتأذى من الخبث والخبائث في الخلاء. نعم. قال: أخرجه الخمسة وصححه أبو حاتم والحاكم. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم من الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا، فأتيته بروثة فأخذهما وألقى الروثة وقال: هذا ركس. ركس يعني نجس. أخرجه البخاري، زاد أحمد، والدار قطني ائتني بغيرها. ائتني إذا كنت وقفت تقول ائتني
بغيرها، لكن تكتب هكذا. أما إذا وصلت زاد أحمد والدار قطني يؤتني بغيرها، إذا وصلت. أما إذا وقفت وأردت الابتداء تقول إيتني صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث، وقال إنهما لا يطهران. رواه الدارقطني وصححه. الروث لأنه نجس، والعظم قلنا لأنه طعام الجن، فنهى الشرع عن ذلك، الجن المؤمن يعني. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. استنزهوا يعني لا تتضمخوا بالبول. ما هو التضمخ؟ هو الذي يترك نفسه يتقاطر منه البول حتى يأتي بدنه البول، حتى يصيب بدنه البول، يعني يأتي البول على البدن عمدا، حرام. يجب علينا أن ننتظر انقطاع البول ثم نستنجي. الاستنجاء هذا عند المالكية سنة، عند الشافعية فرض، لكن الاستبراء عند الكل واجب. شو الفرق؟ الاستبراء هو انتظار انقطاع البول بحيث لا أضمخ جسدي ولا أضمخ ثوبي ثم أضعه على جسدي، هذا حرام بالإجماع. يجب علينا الاستنزاه من البول بالإجماع، عدم التضمخ بالبول. لكن هل يجب علي الاستنجاء لإرادة الصلاة؟ الشافعية يقولون بوجوب الاستنجاء، المالكية أي على قول يقولون بسنية الاستنجاء. واضح؟ طيب، لكن كلهم قالوا التضمخ بالبول حرام. فعنده إذا كان سنة ماذا يفعل؟ ينتظر حتى يجف الموضع ثم يلبس الثياب، عنده ليس حراما لأنك ما تضمخت، وعنده الاستنجاء سنة. ماشي؟ لكن نحن نأخذ بالقول الواجب حتى نخرج من الخلاف. طيب، إذا كان الإنسان صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم تضمخ بالبول، ماذا يفعل؟ وجب عليه أن يتطهر، صحيح؟ هل تصح صلاته مع وجود النجاسة على البدن أو الثوب؟ لا تصح. كذلك عند المالكية قول بصحتها إذا كانت على الثوب مع الكراهة، وقول حرام. لكن عندهم لا، حرام التضمخ عند الكل. عرفتم ما هو التضمخ؟ يعني أن يجعل البول عمدا يأتي على جسده، أو يأتي على الثوب عمدا ثم يضعه على جسده، هذا اسمه تضمخ. النبي قال استنزهوا، يعني لا تتضمخوا. استنزهوا من البول، هذا يسمى استنزاها واستبراء. واضح؟ فإن عامة عذاب القبر منه، يعني أكثر الناس يعذبون في القبور بسبب التضمخ بالبول، وهذا فيه إثبات عذاب القبر. نعم. وأن البول نجس ويجب تجنبه عند كل العلماء. طيب، وهو صحيح الإسناد. نعم. رواه الدارقطني وللحاكم أكثر عذاب القبر من البول، وهو صحيح الإسناد. نعم. وعن سراقة بن مالك رضي الله تعالى عنه قال هذا سراقة أسلم، سبحان الله، لما لحق النبي وعلى فم الغار، غار ثور، ونزلت أقدام الفرس ورجلا الفرس ويدا الفرس في الأرض، خرج إليه النبي قال له أسلم، قال لا أسلم، لكن أعدكما أن لا أخبر قريشا عن مكانكما. متى أسلم؟ بعد 8 سنين من الهجرة، عند الفتح. سراقة بن مالك، الله يهدي من يشاء، رأى المعجزة أول أمر ما آمن، بعد 8 سنوات آمن، سبحان الله، رحمه الله. سراقة يقول نعم، قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى. يعني تعتمد على رجلك اليسرى في الخلاء الذي ليس فيه كرسي، لأن باتكائك على اليسرى هذا فيه ضغط على هذا الموضع يساعد بإخراج ما في المصارين يعني من القذر. سبحان الله، فيه فائدة الاعتماد على اليسرى ونصب اليمنى، هذه هيئة عند قضاء الحاجة. نعم. رواه البيهقي بسند ضعيف. مولانا يعني الاعتماد هكذا يكون عمدة وزنك، أكثر وزنك على جهة رجلك اليسرى. أرينا يا شيخ أحمد، معلش هكذا ممكن أيها اليسرى عندك يسرى، لا أعلى ارفعها بالعكس، أيها اليسرى هذه هذا يسرى يكون عمدتها هذه، يعني هذه تكون لاصقة ببطنك. أيوة هكذا، لا هذا اليمنى، العكس العكس، لا يسرى ارفعها، اليسرى ارفعوها إلى جهة البطن. أيوة، ما الذي يكون ضاغطا على البطن؟ اليسرى. شكرا مولانا. نعم. وعن عيسى ابن يزداد عن أبيه رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال أحدكم فلينتر، ذكره ثلاث مرات. هذا إذا كان تأكدت من خروج البول لا يجب، لكن هذه سنة تكون أن تتأكد زيادة، يعني زيادة تأكد لخروج البول. ينتر يعني ينفض، يضرب هكذا ثلاث مرات. نعم. رواه ابن ماجه بسند ضعيف. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء فقال إن الله يثني عليكم. فقال يعني هذا فيه مدح لهم، أهل قباء يعني الناحية التي بني فيها مسجد قباء. نعم، هذا أول مسجد بني في المدينة المنورة. طيب. فقالوا إنا نتبع الحجارة الماء. رواه البزار بسند ضعيف. إيه، هذا فيه مشروعية أن يكون الاستنجاء بالماء بعد الحجر. إذا أردت الاقتصار على أحدهما ما الأفضل؟ الماء. نعم. وأصله في أبي داود والترمذي وصححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بدون ذكر الحجارة. طيب. نعم. قال باب الغسل وحكم الجنوب. نعم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء. إيه نعم، الماء من الماء لا يعني أن الجماع إذا حصل ولم يخرج مني لا يوجب الغسل. فقال العلماء في هذا الحديث كان هذا الحكم أنه إذا صار جماع ولم يخرج مني لا يوجب الغسل، ثم نسخ بأحاديث وأشياء أخرى جاءت في الشرع، منها إذا التقى الختانان وجب الغسل. فلو لم ينزل مني بمجرد الجماع وجب الغسل، فإذا خروج المني يوجب الغسل سواء بجماع أم غيره، والجماع يوجب الغسل سواء حصل منه خروج مني أم لا، هذا يوجب الغسل وهذا يوجب الغسل. أكيد إذا صار جماع وخرج مني يوجب الغسل طبيعي، ولكن لا يعني أغتسل مرتين، مرة واحدة. حتى المرأة إذا كان مثلا أجنبت ثم حاضت ثم انقطع الحيض بعد 5 أيام مثلا، ماذا تعمل؟ غسلا واحدا يرفع به، ترفع به الحدث من الجنابة ومن الحيض، غسل واحد ليس غسلان، ليس غسلين. واضحة يا شباب؟ طيب، الجمهور قالوا هذا نسخ إذا يجب الماء من الماء، وقال بعضهم هذا ليس منسوخا ولكن معناه أنه بغير الجماع إذا خرج المني ماذا يجب منه؟
الغسل. أي ماء هنا؟ الماء المعهود وهو المني، ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. نعم. قال رواه مسلم وأصله في البخاري. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. سبحان الله، هذا في الحديث فيه أنه النبي استعمل الكناية، يعني ما صرح باللفظ جامعها ونام فوقها، استعمل عبارة أخرى. ما هو؟ قال إذا جلس بين شعبها، ما المراد بالشعب؟ يعني الجماع هنا المقصود، بين فخذيها الأربع، الشعب الأربع اليدان والرجلان، ثم جاهدها يعني صار هناك إيلاج دخول، فقد وجب الغسل. هذا عرف منه أنه لو لم ينزل مني وجب أن تغتسل، وهو يجب عليه أن يغتسل. نعم. قال متفق عليه، زاد مسلم وإن لم ينزل. يعني هذه رواية توضح لو لم ينزل مني، لأن الجماع هو موجب للغسل. طيب. وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن أم سليم وهي امرأة أم سليم هي أم أنس ابن مالك رضي الله عنه. نعم. أما أم سلمة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وهي امرأة أبي طلحة قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ سبحان الله، يعني سألت أمام الرجال، هي قالت هل على المرأة من غسل أو الغسل إذا احتلمت، يعني خرج منها المني وهي في الحلم، يعني وكانت نائمة. فقال نعم. قال نعم إذا رأت الماء، يعني إذا خرج المني، لأن أحيانا قد ترى في الحلم ولا يخرج. العبرة يعني إيش؟ ما الذي يوجب الغسل؟ خروج المني. وهنا قالت السيدة عائشة لها رضي الله عنها، كانت في المجلس، قالت لها لقد تربت يداك، لقد فضحت النساء، يعني كيف سألت هذا أمام الرجال؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة بل أنت يا عائشة تربت يداك، إن خيركن اللاتي تسأل عن أمر دينها، يعني تتفقه في الدين. وهنا تربت يداك ليست مسبة، ليست شتيمة، ليس شتما، إنما هذا للتنبيه يقوله العرب. في الأصل تربت يداك يعني وضعت يديك في التراب، لكن بعد ذلك العرب صاروا يقولون هذه الكلمة للتنبيه، يعني ماذا تقول؟ أيوة. نعم. وعن أنس، وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل قال تغتسل. متفق عليه. نعم، هذا أيضا فيه توضيح أنها يعني كما أنها تغتسل مع القيود التي تعلمناها، كما يرى الرجل، يعني كما أن الرجل يحتلم ويخرج منه المني، المرأة يحصل منها ذلك. نعم. زاد مسلم فقالت أم سلمة وهل يكون هذا؟ يعني هي كانت ما يعني خطر ببالها أنه يحصل من النساء كما يحصل للرجال، فقال لها النبي نعم. قال نعم، فمن أين يكون الشبه؟ هي يعني من أين يكون الولد يشبه أمه أم أباه؟ لأنه في مني للمرأة، لأن بعض العصريين اليوم ينكرون المني للمرأة، يقولون ليس لها مني، كذبوا. الشرع أثبت المني للرجل والمرأة من نطفة أمشاج يعني مختلطة من مني الرجل ومني المرأة، هذه واحدة. ثانيا هنا هذا الحديث فيه في رواية أوضح كيف يشبه الولد أمه أو يشبه أباه، ففي حديث قال النبي من يسبق ماؤه ماء الآخر يأخذ الولد، يعني إذا كان ماء الأب سبق ماء الأم فيكون الولد شبيها للأب شكله، يعني
وإذا كانت الأم سبق ماؤها ماء الأب فهي تأخذ الولد، يعني يكون الولد يشبهها. سبحان الله. هذا إيه هذا يعني كيف يعرف النبي هذا عليه الصلاة والسلام؟ من طريق الوحي. نعم هذا من طريق الوحي، يعني الماء السابق يكون الشبه من حيث الغالب يعني له. نعم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع، من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت. نعم. من الجنابة وجوبا للصلاة أو الطواف أو نحوه، يوم الجمعة من السنة، لكن الإمام أحمد يقول واجب عنده فرض غسل الجمعة، لأنه جاء في الحديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أخذ بظاهر الحديث الإمام أحمد. الأئمة البقية قالوا واجب يعني أمر مؤكد ليس فرضا، وأما الحجامة هذا ليس مباشرة يقول الأطباء، يعني لا يغتسل مباشرة بعد الحجامة، يترك وقتا ثم يغتسل. ثم من غسل الميت يعني إذا هو غسل ميتا ماذا يسن له؟ أن يغتسل. نعم. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة ثمامة بن أثال عندما أسلم وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل. رواه عبد الرزاق وأصله متفق عليه. أولا انتبهوا يا أحباب، وهو على الكفر لا نقول له ذهب فاغتسل وتعالى، هذا بلاء اليوم من جهلة حتى بعض المشايخ للأسف والعياذ بالله. يأتي الواحد ليسلم يقولون له ذهب فاغتسل وتعالى، قال العلماء هذه ردة، لماذا أخروا إسلامه؟ رضي له أن يبقى على الكفر هذا الوقت. إنما يا أحباب ماذا يفعل؟ يقول له تشهد حتى يدخل في الإسلام، ثم هل يؤمر بالاغتسال؟ نعم. وجوبا أم لا؟ اختلاف عند العلماء وأقوال كثيرة. فإذا كان وهو على الكفر حصلت منه جنابة فلما يسلم يتشهد ماذا يفعل؟ يغتسل. قالوا وجوبا، قالوا وجوبا. فإذا وبعض العلماء قالوا يعني تفصيل آخر، بعضهم قال يسن وبعضهم قال كذا، يعني أقوال في الغسل، لكن ما أحد قال من العلماء المعتبرين ما أحد قال يؤمر بالغسل وهو على الكفر، لأنه لا تصح العبادة من كافر، حتى تصح منه لابد أن يكون على الإسلام. ومثله الخطيب إذا كان على المنبر وجاء واحد يريد أن يسلم، قال العلماء إذا قال له الخطيب انتظر حتى أنهي كفر الخطيب، لا يؤخره. قالوا تقطع الصلاة إذا كان جاءك واحد قال كيف أسلم وكنت تصلي الفرض، تقطع الصلاة إذا كان لا يفهم منك إلا إذا قطعت، تقطع وتعلمه الشهادتين حتى يسلم وجوبا، إنقاذ من النار يا أحباب. أليس هذا الرجل جاء إلى النبي وقال له يا رسول الله أسلم أم أقاتل؟ ماذا قال له؟ أسلم ثم قاتل. أسلم فقاتل فقتل، ماذا قال؟ عمل قليلا وأجر كثيرا. الأصل أن يؤمر بالإسلام، ينطق بالشهادتين أولا ثم نطلب منه ما يطلب. بعض المشايخ في لبنان والعياذ بالله يقول لهذا الذي يريد الإسلام خذ هذا الكتاب ادرسه وتعال بعد أسبوع نعمل لك امتحانا، هو قال لك أنا أريد أن أسلم فورا، قل له انطق بالشهادتين فورا. وإذا جاءك قال لك اشرح لي عن الإسلام، هذا تشرح له، إذا تقبل تقول انطق بالشهادتين. لكن إذا واحد جاءك يعني يعرف أن دينه كان فاسدا
وقال لك كيف أسلم، أريد الإسلام، هذا لا تشرح له، فورا تقول له انطق بالشهادتين. أما إذا قال لك لا أعرف ما الإسلام، علمني، اشرح لي، لمديني مثلا، لمديني ليس صحيحا، تشرح له ثم تطلب منه النطق بالشهادتين. واضح؟ مفتاح الإسلام النطق بالشهادتين، ليس الاغتسال. موجود هذا في بعض الكتب، حتى تنتبهوا من الخطر، خطر على العقيدة هذا. لا أؤخر إنسانا جاء ليسلم ولا لحظة، إلا إذا ذكرت لكم، هذا ليس تأخيرا، إذا كان هو لا يعرف ما الإسلام، قال لك اشرح لي ما الإسلام، تشرح ثم تطلب منه الشهادتين، لأنه إذا نطق بها ولا يعتقد معناها لا يصح منه. فلذلك نشرح له ثم نأمره بالنطق بالشهادتين. فالحاصل هنا هذا الحديث عن صحابي يقال له ثمامة ابن أثال رحمه الله تعالى، هذا كان من بني حنيفة، وهذا كان يعني حصلت له حادثة أن الرسول دعا الله حين جاء هذا الرجل، وكان هذا الرجل يعني النبي أمسكه وأراد هذا الرجل قتل النبي في البداية، ثم جاء بعد مدة هذا الرجل يريد العمرة وهو على الكفر، يعني لأنه كانوا يقصدون الكعبة، فالنبي أمر أن يمسك ويربط بسارية من سواري المسجد، عمود يعني، ربط بسارية من سواري المسجد. ثم هذا الرجل يأتيه النبي عليه الصلاة والسلام كل يوم، يقول له ما لك يا، هو اسمه ثمامة، النبي يقول له ما لك يا ثمام، يحذف التاء بالخطاب، هل أمكن الله منك، يعني مكنني الله أن أمسكك، فيقول له قد كان ذلك يا محمد، يعني صدقت، حصل الذي أنت قلت، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو تعفو عن شاكر، يشكرك يعني إذا تركته، وإن تسأل مالا تعطى، يعني إذا تريد مالا لتتركني أعطيك مالا. فالنبي يتركه. يوم الثاني يعيد عليه الرسول نفس السؤال، يقول هذا نفس الكلام. في اليوم الثالث قالوا الصحابة اليوم يقتله الرسول إن لم يسلم. ثم جاء النبي، فلما رأى هذا النبي قال لهم فكوه، تركوه. فلما تركه خرج ثمامة، ما أن ابتعد عن الصحابة مسافة عاد، قال له كنت أبغض الناس إلى قلبي، وكانت مدينتك حيث أنت أبغض الأماكن إلى قلبي، فوالله الآن أنت أحب الناس إلى قلبي. وأسلم، دخل في الإسلام، وذهب دعا قومه للإسلام، وظهر عندهم من؟ مسلم، مسيلمة الكذاب الخبيث، هو بقي مرتد، هذا ثمامة صار يحذر من مسيلمة الكذاب، لكن تعرفون قصة مسيلمة، ما حصلت يعني القضاء عليه إلا في خلافة أبي بكر، يعني مات الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يقضي على فتنة مسيلمة ولا الأسود العنسي. الأسود العنسي هذا ادعى النبوة كذلك، هذا كان في البحرين، كان يسمي نفسه رحمن البحرين، وهذا ذاك يسمي نفسه رحمن اليمامة. خالد بن الوليد كان قائد الجيش وقضى على هؤلاء المرتدين في خلافة سيدنا من؟ أبي بكر. أبي بكر رضي الله عنه. نعم. يعني هل هذا ليس الإكراه يعني دخول الإسلام للثمامة؟ نعم. لا إكراه في الدين، هذه الآية قال العلماء في تفسيرها لا إكراه، يعني إيه؟ إذا أنت دفعوا لك الجزية لا تقاتلهم يا محمد، هذا تفسير يذكره الرازي وغيره. التفسير الثاني أنت يا محمد لا تكره القلوب، إنما عليك الظاهر. الثالث أنها نسخت بآية القتال، فصار هذا منسوخا، يعني رفع الحكم،
الآن ذكرت لهم للشباب أظن أنت ما كنت، قلت لهم الآن الذي يتكلمون به ينبغي التمييز بين أمور. الأمر الأول، حمل هؤلاء المتطرفون آيات القتال والجهاد والخلافة والحاكمية والبراء والولاء، تسمعون بهذه المسائل، على أشياء بل حكموا على المسلمين بها، ليس فقط على الكفار، يعني ليس فقط على من ليس من ديننا، بل حكموا علينا بالتكفير، كفرونا لأننا لا نثور على الحكام ونحو ذلك. هذا تفسير فاسد لما هم ذهبوا إليه، واحدة. الثانية، أناس بعكسهم تماما انحلوا من الدين وقالوا لا جهاد في الدين على الإطلاق، يعني لا نقول الجهاد له ضوابط، وإلا إذا قالوا لك فقط للدفاع عن النفس، طيب كيف وصل المسلمون إلى الصين شرقا وإلى طنجة غربا؟ كانوا بقوا في الحجاز. كيف كنا الآن في مصر لولا أن دخلها عمرو بن العاص؟ إذن ليس كلها كما فتحت أندونيسيا وماليزيا عبر التجار، ليس كلها هكذا، أليس كذلك؟ يوجد ما فتح بالسيف، لكن المسلمون لما دخلوا ليس كالمستعمرين أفسدوا، إنما عمروا البلاد وأفادوا الخلق والعباد. فرق كبير بين ما فعله المسلمون في البلاد من بناء وثقافة وبفنون العلوم كيف نتعامل مع غير المسلمين من تعايش حسن وموعظة وحكمة إلى آخره. إذن التفريق هذا مهم، لذلك الوسط في المسألة، لا نقول لا جهاد على الإطلاق، ولا نقول الجهاد على الهوى، كل واحد يجاهد بزعمه فيأخذ النساء والأموال والسبايا ما هذا؟ يعني تعرفون ما يحصل باسم الجهاد والخلافة هذا اليوم للأسف مفسدة، أضروا الإسلام بل قتلوا المسلمين، يعني بلاد الشام، سوريا، ليبيا، ماذا حصل فيها؟ صاروا يقتلون المسلمين، يعني ليبيا غالب سكانها مسلمون، سوريا الذي حصل فيها من يقاتلون من؟ من يقاتل من كان؟ فإذا هؤلاء اتخذوا الخلافة يعني ساترا أو شعارا وحرفوا الدين، الله يرحمنا. لا إكراه في الدين، أو الآية فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، تتمتها تشرحها، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، لو كان له حرية المعتقد ما كان يستحق العذاب ولما أرسل الله الأنبياء. لكن ماذا نقول؟ لا نأتي نحن الآن، تعرف مثلا واحد نصرانيا تقتله، شو أنت، من أنت؟ واضح؟ إيه، هذا يحتاج إلى انتباه، أو يأخذ له ماله، خصوصا مثلا من يدخل إلى الدول الأوروبية أو أمريكا، هم أدخلوك بالفيزا، أعطوك الأمان، لا يجوز أن تسرقهم مثلا، يعني مالهم لا يجوز لك. فيوجد أحكام في الإسلام، البعض قرأ شيئا في كتب الفقه فشن حملة على الفقه وعلى المسلمين أن الفقه فيه إجرام وتطرف وغلو والبعض انحل من الدين وصار ينقض عرى الإسلام عروة. نحن نقول بالوسطية في هذه المسائل، واضح يا أحباب؟ لا إفراط ولا تفريط. يعني مثل الخلافة اليوم، هل يستطيع المسلمون تنصيب خليفة؟ عامة المسلمين هل يستطيعون؟ لا يستطيعون. لكن هل نقول من يموت الآن يموت ميتة جاهلية، كما يقول جماعة حزب التحرير؟ هؤلاء يقولون إذا أنت الآن مت تموت فاسقا، لأنك ما بايعت خليفة. أين الخليفة يبايعه؟ أين هو؟ يقولون زعيم حزب التحرير، يعني هم زعيمهم خليفة، يعني لاحظت، هم يريدون أن تصل إلى كما حصل مع محمد مرسي، لما وصل إلى الحكم حكم بالقانون. حزب الإخوان من أيام سيد قطب، من 60-70 سنة، يقولون من يحكم بالقانون كافر، والرعية التي تسكت عنه كفار. فلما حكموا بإيش؟
حكم بالقرآن محمد مرسي هذه السنة التي حكمها. بماذا حكم؟ بارك الله فيك، حكم بالقانون. حتى في لبنان لما دخلوا إلى البرلمان دخل 3 نواب من حزب الإخوان في لبنان، فالمذيعة هناك تعرف أنهم يحرمون، قالت لهم كيف دخلتم مجلس النواب يعني؟ قال لها الآن صار هناك نضج في الجماعة، نضج يعني كأنها بطيخة يعني وصارت للأكل. كيف هذا؟ لما دخلوا في الأردن ماذا قال لهم المشايخ هناك؟ أأسلم القانون أم كفرتم؟ أأسلم القانون أم كفرتم؟ كيف يفسر دخولكم؟ إذن يريدون الحكم كما قالوا لعلي، إن الحكم إلا لله. قال لهم كلمة حق أريد بها باطل. أيوة، فالإنسان منا يتعلم الأحكام إن شاء الله. تفضل يا مولانا فوزي. وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محتل، يعني أمر مؤكد. قال أخرجه السبعة. نعم. وعن سمرة ابن جندب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. يعني يوم الجمعة الأحسن أن تغتسل. بعض العلماء قالوا اختلفوا بوقت الغسل، غسل الجمعة متى يبدأ وقتها، وقت الغسل اختلفوا الفقهاء، وبعضهم قال هل هو الغسل للصلاة يعني لمن يريد الصلاة أم لليوم، فبعض العلماء قال هو غسل لليوم، لذلك لو لم يكن يريد الصلاة في المسجد الجمعة كالنساء أو الأولاد يغتسلون غسل الجمعة، وبعضهم قال هو لمن أراد الصلاة يستحب له، يعني خلاف عند العلماء، لكنه ليس واجبا إلا عند من؟ أحمد. سبحان الله. نعم. أمر واجب يعني أمر مؤكد، أقول مثلا زيارتك واجب علي، يعني أمر مؤكد علي، أنت لست من أرحامي لكن هذا من باب أني أعتبره شيئا مؤكدا علي ينبغي أن أفعله. نعم. رواه الخمسة وحسنه الترمذي. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. النبي عليه الصلاة والسلام كان له أحكام خاصة، كان له أن يمكث في المسجد ولو مع الجنابة، أما نحن حرم علينا المسجد مع الجنابة. روى حديث خاصية النبي الترمذي في سننه أن النبي عليه الصلاة والسلام له أن يمكث في المسجد مع الجنابة، أما نحن ورد في الحديث إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، فحرام عليهما أن يمكثا في المسجد. ما المقصود بالمسجد؟ المكان المهيأ للصلاة من المسجد، يعني الموقوف للصلاة، الموقوف للصلاة وليس الخلاء التابع للمسجد، هذا ليس وقفا للصلاة. طيب، فإذا هنا الحديث ما هو؟ النبي كان لا يقرئهم حتى يغتسل، يعني إن كان جنبا لا يفعل، فأخذ من هذا الحديث أن الجنب حرام عليه أن يقرأ القرآن حتى يغتسل. نعم. قال رواه أحمد والخمسة وهذا لفظ الترمذي وحسنه وصححه ابن هبان. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. إذا أتى أحدكم أهله يعني جامع زوجته ثم أراد أن يعود يعني أن يعمل جماعا ثانيا يستحب له بينهما أن يتوضأ، ليس للصلاة إنما من باب أنه يأتي زوجته مرة ثانية ولا يريد الاغتسال فيخفف الحدث بالوضوء، لأن من سنن الغسل الوضوء قبل الغسل،
فهذا يتوضأ ثم يجامع زوجته مرة ثانية. لكن لو جامعها من غير وضوء يجوز ولا كراهة، ويغتسل غسلا واحدا. نعم. رواه مسلم. زاد الحاكم فإنه أنشط للعود. نعم، يعني هذا فيه نشاط، نعم، أقوى لك للرجل يعني. نعم. وللأربعة عن عائشة رضي الله تعالى عنها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء. وهو جنب من أهله، لأن الرسول ما كان يحتلم. نعم، هكذا قال العلماء، يعني ما كان مثلنا يخرج منه المني أثناء النوم. أما نحن يحصل من أمرين، إما امتلاء الوعاء الذي فيه المني يعني، فيخرج المني منك في الليل، أو يداعبك الشيطان. أكيد الأنبياء لا يتمكن الشيطان منهم. وأما بالنسبة للنوم مع الجنابة، هذا فعله النبي للجواز حتى يعلمنا جوازه. يعني إذا كان جنب لو لم يغتسل أو يتوضأ ينام، أكيد لما يقوم للصلاة يغتسل عندما يريد الصلاة، لكن يعلمنا أحيانا النبي جواز الفعل، يعني يجوز لنا أن نفعل هذا وليس حراما، ليس حراما. ما السنة طيب؟ أن يتوضأ إذا أراد أن يأكل أو ينام، وهو معلول، يعني فيه علة. يقول الدكتور كمال، قال أحمد ليس بصحيح، وقال أبو داود إنه وهم لأن أبا إسحاق لم يسمعه من الأسود، لكن صححه البيهقي، يعني فيه أقوال للحفاظ هذا السند. نعم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر ثم حفن على رأسه 3 حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. نعم، يعني هذه هيئة من الهيئات التي رويت عن طريقة اغتسال النبي عليه الصلاة والسلام. الأولى ما هي؟ قال يبدأ فيغسل يديه، يعني الكفين هنا، ثم يفرغ بيمينه على شماله، يصير يأخذ يعني الغرف بأي يد؟ باليمنى. قالت فيغسل فرجه، يعني غسل الفرج هنا قبل البدء بباقي البدن من السنة. طيب، ثم يتوضأ، لأن من سنن الغسل ماذا؟ الوضوء قبله، وتأخير الرجلين للأخير تبقى السنية، يعني يتوضأ إلا غسل الرجلين ثم يغتسل، وفي الأخير ماذا يفعل؟ يغسل رجليه، فيكون عن الوضوء يعني والغسل. لكن قال الشافعية بالغسل ارتفع الحدث الأصغر، يعني إذا نوى رفع الحدث الأكبر لو لم يقل الأصغر معه، برفع الحدث الأكبر خرج متوضئا، يعني كذلك، يعني ارتفعت الجنابة وخرج متوضئا. سأعيد، إذا اغتسل الشخص لرفع الحدث الأكبر دخل معه الأصغر فارتفع يعني الحدثان، واضح؟ يعني يصلي فورا، إلا إذا حصل معه أن مس ذكره بلا حائل، فعندها ماذا يفعل؟ يتوضأ لهذا. أما هي الجنابة ترفع الحدث الأكبر، الغسل من الجنابة يرفع الحدث الأكبر والحدث الأصغر. طيب، كمل، أكمل. لكن مولانا، النية تكون في نويت رفع الحدث الأكبر في عندما يعني غسل اليدين، في بدايتها، حتى تدخل فيها السنن. قال متفق عليه واللفظ لمسلم. ولهما في حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها، ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بها الأرض. قال ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله، يعني كان غسل الفرج بأي يد؟ اليسرى، الشمال.
ثم ضرب بها الأرض. هنا ضرب الأرض قال ومسحها بالتراب وفي آخره ثم أتيته بالمنديل فرده وفيه وجعل ينفض الماء بيده. ماذا هنا؟ إذا فرغ أن يغسل يده بتراب أو أشنان أو يدلكها بالتراب أو بالحائط ليذهب الاستقذار منها. يعني هذا من باب إذا كان علق على اليد شيء من غسل الفرج، يعني ما هو غسل فرجه بشماله، بعد أن غسل فرجه بشماله ماذا فعل؟ ضربها على الأرض. هذا لأن يزيل إن علق عليها شيء مستقذر، مع أن كما ذكرنا فضلات النبي طاهرة، لكن حتى يعلمنا ما نفعل نحن. فإذا ما الصحيح عند الشافعية؟ هل ننشف أم لا ننشف الأعضاء؟ لأن في هنا تنشيف في الأعضاء أو لا ننشف، لأنه ماذا قالت؟ أتيته بالمنديل فرده. يعني أنا بعد أن أتوضأ مثلا أو حتى الغسل، لنقل أولا الوضوء، أنا بعد الوضوء ماذا أفعل؟ هل أنشف بالمنديل أو بالفوطة أو نحو ذلك؟ التنشيف هذا قال العلماء خلاف السنة، بعضهم يعني تترك بدون تنشيف، واضح؟ لكن إن الشفاء لا يقال وقع في الكراهة، ترك الأولى يعني أقل من الكراهة. وبعضهم قال ينشف، يعني اختلف، واضح يا أحباب؟ الشافعية يقولون يترك التنشيف إلا لعذر كأن كان مريضا يخشى أن يصاب بالبرد، فهذا شيء آخر. هذا بالنسبة للتنشيف. طيب ماذا يفعل في هذه الحالة؟ قال ينفض الماء بيده. عرفتم؟ يعني يكون على البدن ماء. نعم هكذا. مرة دخل النبي إلى المسجد عليه الصلاة والسلام، أراد أقام الصلاة فتذكر قال إني جنب، ثم دخل البيت بيت عائشة لأنه كان ملاصقا، اغتسل وخرج. راوي الحديث يقول وكان يتقاطر الماء على جبهته، يعني ما نشف. هذا يعني تعليم للأمة. تفضل. وفي رواية ومسحها بالتراب وفي آخره ثم أتيته بالمنديل فرده وفيه وجعل ينفذ الماء بيده. بعض العلماء قالوا لعله هذا المسح كان لوجود نجاسة على اليد، وبعضهم قال من باب إن كان فيه مستقذر يعني احتياطا. نعم. وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة. يعني كانت تجمع الشعر هكذا وتشده، وأحيانا بعضهم يعمل الضفائر التي هي جدل، يعني الشعر يدخل ببعضه، تسمى ضفيرة، ضفائر. عرفتموها الضفيرة؟ هل يجب على المرأة إذا فعلت هذا أن تفك شعرها للاغتسال؟ قال العلماء لا يجب إلا إذا كان يعني الشد كثيرا لا يدخل الماء من خلاله، كما يفعل بعض الأفارقة يشدون شعرهم بطريقة شديدة، ترونها يعني لا يدخل الماء من خلالها، هذا لابد من فكه حتى يصل الماء إلى كل عضو، لأنه غسل واجب، غسل واجب. فإذا هنا متى وجب نقض الضفيرة؟ إذا كان لا يصل الماء من خلالها، وإلا لا يجب عليها أن تفك الضفيرة، واضح؟ وفي رواية والحيضة فقال لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاثة حثيات. يعني تضعين هذا، الحثية هي مجموعة الماء بالكف، تضعي على رأسك ثلاث حثيات، يعني تعملي الماء هكذا وتصبين ثلاث مرات يعني.
هو لا يجب الثلاث، المهم أن يصل الماء، أن يعم الماء جسدها وشعرها. نعم. الحثيات يعني الحفنات. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب. صلى الله عليه وسلم. وهذا بخلاف ما قاله بعض أدعياء المشيخة في لبنان وسوريا، قالوا والعياذ بالله يجوز للمرأة أن تحضر درس الشيخ في المسجد وهي حائض. أعوذ بالله، هذا حديث واضح، يعني لا يحل لها أن تمكث وهي في الحيض كانت أو الجنابة، لا يحل لها أن تمكث في المسجد. أما المرور من باب إلى وتخرج من باب أجازه الشافعي وأحمد، أبو حنيفة منع من ذلك، حرم. عابري من باب إلى باب قالوا يجوز من غير مكث ولا تردد في المسجد، يعني لا تمشي في المسجد، فقط من باب وتخرج من باب. أما أن يمكث الجنب أو الحائض حرام. نعم. المعتكفة إن طرأ عليها الحائض تخرج. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. نعم. وعنها رضي الله تعالى عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة. يعني أحيانا تضرب يدها بيده، لا يؤثر هذا أصلا، هي كما ذكرنا الجنابة أو الحيض، المرأة لا تكون نجسة به. ويجوز يعني للرجل والمرأة أن يغتسلا من إناء واحد، هي وهو يغترفان من هذا الإناء. نعم. متفق عليه. زاد ابن حبان وتلتقي. تختلفان وتلتقي، يعني أحيانا تكون يدي تلتقي بيده وأحيانا لا تلتقي، يعني بحسب عند الغرف. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه تعلمنا أشياء كثيرة من زوجات النبي، ولذلك من الحكمة كان أن يتزوج ويعدد بالزوجات لتعليم الأمة كثيرا من الأحكام، فعلها عند أم سلمة مثلا ولم يفعلها عند ميمونة، فعلها عند عائشة ولم يفعلها عند فلانة. هذا لأنهن رأينا كيف كان يفعل في الأكل في الشرب في النوم، ما كل الصحابة ناموا عنده، يعني العباس كان صغيرا ينام عنده في ليلة لما تكون خالته ميمونة أم المؤمنين دورها، لما يكون دورها، لكن دورها يأتي كل 8 ليالي أو 9 ليالي يأتيها مرة، فإذا كان لا يرى كل شيء يحصل منه، فكان في فائدة من التعدد، ليس معلق القلب بالنساء عليه الصلاة والسلام. طيب، باب التيمم. قال باب التيمم. نكمل أو نكمل يا شباب؟ نكمل إن شاء الله. تفضل يا شيخي. عن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت 5 لم يعطهن أحد قبلي. ما أراد الحصر كذلك، كثير من الأحاديث لا يكون النبي أراد الحصر عليه الصلاة والسلام، أي من جملة ما أعطاني الله غير الأنبياء الماضين 5، لكن هو أعطي أكثر من 5. نعم، كما قال اجتنبوا 7 الموبقات، هل معناه المهلكات فقط 7؟ لا، 3 لا يدخلون الجنة، العاق لوالديه والديوث ورجلة النساء، هل يعني فقط هؤلاء 3 فسقوا؟ لا، ليس هذا فقط المعصية، يوجد معاصي كثيرة. فإذا الرسول هنا ما أراد الحصر، ما هي؟ قال نصرت. مولانا فاتنا الحديث، فاتنا حديث، نعيد. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا. انتبهوا، قال جنابة، ما قال ملك يلعن الذي يخرج من البيت وهو جنب، ما قال هذا، قال يعني أنت تغسل شعرك وبدنك، فكل بدنك جنب، يعني فيه
وهذا شيء معنوي ليس حسيا. فقال تحت كل شعرة جنابة، فماذا نفعل؟ فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر. نغسل البشر والشعر، البشر يعني الجلد، الشعر معروف، ولو كانت اللحية كثيفة يغسلها ويدخل إلى الداخل، غير الوضوء، غير الذي ذكرناه البارحة في الوضوء. أما الوسخ الذي هنا الذي يكون تحت الأظفار من الأمام حيث نقلمه، هذا أيضا في الجنابة مختلف فيه كما ذكرنا البارحة في الوضوء. هل يجب علي أن أزيله أم لا يجب؟ يصح الغسل يعني مع وجوده أم لا؟ مختلف فيه. الأحسن خرجوا من الخلاف. نعم. رواه أبو داود والترمذي وضعفاه، ولأحمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها نحوه، وفيه راو مجهول. طيب تفضل. أنا أسمع من شرح أستاذ، إذا كان في حال الجنوب الشعر ينقط منفصل من بدني، هل يجب أن أغسله؟ إذا وقعت الشعرة منك وأنت جنوب، هذه الشعرة لا يجب غسلها، لا يجب غسلها. حتى لو أنا قصرت شعري أو حلقته كله، هذا الشعر لا يجب غسله، لكن يسن دفن الشعر بعد قصه أو حلقه، تعرفون سنة، لكن لا يجب، لا يجب. أهلا ومرحبا. لكن قال العلماء إذا كان شعر امرأة أجنبية عنك لا تمسه ولا تنظر إليه لو كان منفصلا. سبحان الله. نعم تفضل يا مولانا. قال باب التيمم. نعم. عن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. عن جابر ابن عبد الله. عن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي. صلى الله عليه وسلم. نعم. نسرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض. يعني لو كانوا على بعد شهر من النبي، علموا أن العدو، يعني علم أن النبي باتجاههم خافوه، لو كان بعيدا عنهم مسيرة شهر يضرب الرعب في قلوبهم، ولو كانوا كثرة، ولو كان عددهم أكثر منا بكثير، صلى الله عليه وسلم، كما في تبوك. نعم. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. هذا لم يعط قبلنا. سبحان الله. كان بنو إسرائيل إذا أرادوا الصلاة يذهبون للمكان المهيأ للصلاة، ما كانوا يصلوا في بيوتهم والدكان والبرية وصحراء ونحو ذلك. أينما نحن أمة النبي، أينما أدركتك الصلاة تصلي، أينما كنت أكيد، يعني مع تفصيل. وأما بالنسبة للأرض طهورة يعني للتيمم، يعني من فقد الماء ماذا يفعل؟ يتيمم. كانت الأمم السابقة ينتظرون الماء، يعني يبقى إلى أن يجد الماء. نحن إن لم نجد الماء فلم تجدوا ماء فتيمموا. سبحان الله. فنحن التيمم من خصائصنا هذه الأمة المحمدية. طيب أما الصعيد أو الأرض، بأي شيء نحن نتيمم؟ هذا خلاف عند العلماء كبير. المالكية والحنفية والحنابلة كل ما على وجه الأرض من حجر وتراب، أما الشافعية فقط التراب الذي له غبار. سبحان الله. تفضل. فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. نعم، يعني أينما كنت فصلي، صلى الله عليه وسلم. إذن هل يختص المسجد في الصلاة؟ لا، ولكن أكيد المسجد الثواب فيه يضاعف. وأما مضاعفة الأجر في المساجد الثلاثة أكثر من غيرها، المسجد الأقصى ومسجد الرسول والمسجد الحرام، وهذا معنى الحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. ما قال حرام أن تشد الرحال بقصد قبر النبي كما قال ابن تيمية، والوهابية يحرمون أن تسافر بقصد القبر، إنما رواية الإمام أحمد ما هي؟ لا ينبغي للمطي أن تعمل تبتغى فيه الصلاة إلا إلى هذه المساجد الثلاثة. هذه الرواية شرحت
أن المزية في المساجد الثلاثة لمضاعفة الأجر في الصلاة، فالصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة في غيره ثوابها، يعني الصلاة في المسجد النبوي الشريف بألف، وفي المسجد الحرام بمائة ألف. فإن صليت في مصر أو في الهند أو في أندونيسيا أو في ماليزيا أو في أفريقيا أو في لبنان أو في أمريكا، كلها في المساجد نفس الثواب، إلا في هذه المساجد الثلاثة يضاعف فيها. فإذا أردت المضاعفة لا يكون إلا في هذه الثلاثة، هذا معنى الحديث. لا يعني حرام أن أسافر بقصد زيارة قبر الشافعي مثلا، لا يعني هذا. ابن تيمية فهم هذا والعياذ بالله وحرم، ولم يسبقه أحد لا في أمتنا ولا في باقي الأمم حتى، يعني ما قاله حتى اليهود والنصارى ما قالوا هذا. الله تعالى يهدي من يشاء. هذه مسألة خالفه فيها حتى تلاميذه سبحان الله، قاموا عليه بها، الناس اعترضوا عليه كثيرا بهذه المسألة. تفضل يا مولانا. وذكر الحديث، وفي حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه عند مسلم: وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. أخذ الشافعي من لفظ تربتها تفسير الصعيد، صعيدا طيبا قال التراب، أخذه من هذا من هذه الرواية. نعم. وعن علي رضي الله تعالى عنه عند أحمد: وجعلت التراب لي طهورا. هكذا. نعم. تفضل. هنا لماذا يعني ذكر خمسا؟ يعني في الظاهر يعني حصل خمسا. إيه أحيانا مثلا قال النبي: يأتي بعدي ثلاثون يدعون النبوة كلهم كاذبون. هو ما أراد الحصر لأنه ورد في روايات أخرى ما يدل على ذلك، وحصل أنه في زمانه ادعى فقط اثنان النبوة، الأسود العنسي ومسيلمة، لكن بعده عشرات. اليوم في زماننا أنا أعرف أكثر من عشرة يدعون النبوة في بلاد كثيرة. فإذا النبي ما أراد الحصر من جملة الأحاديث الأخرى يعرفه، لأن شريعة النبي كجملة واحدة ترى كل الذي ورد في المسألة، ليس فقط جملة واحدة، كلها كجملة واحدة، هذا يتمم هذا. مثال آخر، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وحتى في القرآن لما يرد شيء لفظ مثلا: تدمر كل شيء، الريح التي سلطت على قوم عاد تدمر كل شيء، هذا لفظ يشمل كل المخلوقات، ولكن هناك الحس وما جاء يدل أنها ما دمرت لا الأرض ولا السماء ولا الشمس ولا القمر، إذن دمرت بيوتهم وأماكنهم. فعرفنا التقييد أو التخصيص من أحاديث أو آيات أخرى. وهكذا حديث النبي، أحيانا يأتي لفظ فيه مثلا: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ما هي؟ ولد صالح يدعو له، وعلم ينتفع به، وصدقة جارية. طيب الصلاة الجنازة التي يصليها المسلمون عليه ألا ينتفع بها؟ بلى. إذا دعا له غير ولده، زوجته، انتفع بها. إذن الرسول ما أراد الحصر، كيف عرف من أدلة أخرى؟ واضح؟ نعم. لكن اللفظ لما يكون للحصر يفسر للحصر إلا بدليل. واضح يا أحباب؟ إلا بدليل. بارك الله فيكم. هذه أصولية، مبحث أصولي واسع، غفر الله لكم. تفضل. وعن عمار ابن ياسر رضي الله تعالى عنهما قال. لماذا قال عنهما؟ لأن عمارا تعرفون فضله، لكن كذلك أبوه أول شهيد، أول من قتل ياسر، وأمه أول من قتلا في سبيل الله في هذه الأمة يعني المحمدية، قتلا ظلما، مرادنا قتلا لدينهما يعني. نعم. قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم من غير فتح الياء، بعثني النبي.
قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرقت في الصعيد كما تمرق الدابة. يعني خلع ثوبه كله ثيابه وصار يلتف على الأرض يدور على الأرض كله يمرر التراب على جسده. هو هكذا ظن. فماذا قال له النبي؟ نعم. ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا. أيوة، يعني إنما كان يكفيك أن تفعل التيمم الذي يكون ضربة للوجه وضربة لليدين، أشار بمسح الوجه والكفين. نعم. ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. هذا أخذ منه أن التيمم يحصل بضربة واحدة. الشافعية ماذا يقولون؟ أقله ضربتان، والضربة واحدة للوجه والضربة الثانية مثلا لليدين تكون، أو ضربة للوجه ويد والثانية لليد الثانية. ويجوز أن تزيد فوق الضربتين لو ضربت خمسة يجوز. وأخذ المالكية من لفظ كفيه ظاهر كفيه أن المسح يكفي على الكفين هكذا، ليس كل اليد، ليس للمرفق، يعني عند المالكية فقط الكفان، على قول عند المالكية هذا فقط يفعلون هكذا. لأن هذا لابد من مسحه هنا. أيوة، هذا التيمم. أما الشافعية ضربة للوجه وضربة اليدين مع المرفقين، كل اليد مع المرفق إلى المرفق. نعم. متفق عليه واللفظ لمسلم. نعم. وفي رواية للبخاري وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. نفخ فيهما حتى يذهب أثر التراب، هذا قالوا، أو يفعل هكذا، إذا علق التراب بيدك تفعل هكذا ثم تمسح، لأنه ليس شرطا أن يكون التراب على يدك، لكن تضرب هكذا وتمسح ضربة ثانية اليدين. نعم. تعرفون الهيئة إيه؟ نعم. نفعلها للاحتياط، نضرب الضربة الأولى، أنا أرفع يدي هكذا، يدي إلى وجهي، تكون النية نويت التيمم لاستباحة فرض الصلاة من رفع اليدين إلى مساح الوجه، ثم أمسح الوجه كأنه ماء. الضربة الثانية أكيد تكون هذه مكشوفة، يعني الضربة الثانية ماذا أفعل؟ لما أفعل هكذا بهذا أمسح اليمين وبالذي هنا أمسح الشمال، لاحظوا هذا الآن سيمسح بها اليد اليمنى، أفعل هكذا ماشي؟ لاحظتم لم أقرب هذا، ثم أفعل هكذا هنا ثم هكذا ماشي؟ أو ضربة الثانية أمسح يدي هكذا، أضرب ضربة ثالثة لليد الأخرى وأعمل هكذا. فإذا يصح ضربتين ثلاثة أربعة، لكن أقلها عند الشافعية ضربتان. تفضل. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. إلى المرفقين أخذ الشافعية أي مع المرفقين. المالكية يخرجون المرافق يقولون إلى في الأصل لا يدخل ما بعدها فيما قبلها، يعني ذهبت إلى البيت لا يشترط أن يكون دخلته. في لغة العرب إذا قلت ذهبت إلى البيت قد لا أكون دخلته، واضح؟ هذا الغالب في استعمال إلى في هذا السياق. فالمالكية هكذا يقولون
وامسحوا. الله تعالى قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ما قال مع المرافق، فقالوا المرفق لا يجب، ما قبله يعني إلى ما قبله. لكن رواية مسلم صحيحة أن النبي كان إذا توضأ غسل يديه مع المرافق. فقال بعض الشافعية حتى لولا الحديث لأخذنا بكلام المالكية في هذا، يعني لأخذنا بظاهر الآية أن المرفق لا يدخل، عرفتم؟ فهنا إلى عند الشافعية مع، أما عند المالكية الذين قالوا تمسح كل اليد عندهم المرفق لا يدخل، إلى يعني إلى ما قبله. واضح؟ الله الله، لغة العرب واسعة، لذلك مفتاح العلوم الدينية علوم اللغة العربية، مفتاح العلوم الدينية، حتى تفهم الدين تفهم علوم اللغة، صبح علم يعني العلوم البيان والنحو والصرف وهذه العلوم مفتاحك لتفهم علوم الدين. طيب نعم يا مولانا. رواه الدارقطني وصححه الأئمة وأقفه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصعيد وضوء المسلم، وضوء وضوء يعني كالوضوء كالوضوء كالماء يعني. التيمم يبيح الصلاة ولا يرفع الحدث، لكن يشبه الوضوء من حيث أنه يبيح لك الصلاة ونحوها. يعني إذا أنا كنت جنبا وتيممت لفقد الماء لا يرتفع عني الحدث، إنما أستبيح بالتيمم الصلاة ونحوها. فإذا بعد ذلك وجدت الماء ماذا أفعل لرفع الحدث؟ أغتسل. فإذا لماذا قال الصعيد وضوء المسلم؟ يعني يبيح لي ما يبيح الوضوء. نعم. وإن لم يجد الماء، الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، يعني لو بقيت 10 سنين ما معك الماء تتيمم كل مرة ويصح تصح صلاتك. نعم. فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. رواه البزار وصححه ابن القطان، لكن صواب الدارقطني وإرساله، وللترمذي عن أبي الذر نحوه وصححه. أيوة، لكن هنا مسألة، إذا خرج الوقت، إذا أنا تيممت، فهل إذا كان صليت في هذا بهذا التيمم ووجدت الماء أعيد الصلاة أم لا؟ أنا تيممت لفقد الماء، فقدت الماء فتيممت وصليت، بعد أن صليت وجدت الماء، هل أعيد هذه الصلاة أم لا أعيد؟ تفصيل كبير عند العلماء، دخل الوقت الآخر، خرج وقت هذه الصلاة أم لا؟ أم كنت تيممت في مكان يندر انقطاع الماء فيه أو يكثر انقطاع الماء فيه؟ تفصيل كبير. عند الشافعية مثلا قالوا إذا أنت كنت تيممت في مكان يندر وجود الماء فيه مثل الصحراء، فهذا لو وجدت بعد ذلك الماء لا تعيد الصلاة، سقط الفرض عنك. واضح؟ ولو وجدت الماء، هذا لأنك وجدت الماء متى؟ بعد الصلاة، ليس أثناء الصلاة. أما إذا وجدت الماء أثناء الصلاة كذلك تفصيل واسع ما شاء الله. لذلك قالوا عن علمائنا ورثة الأنبياء كأنهم من الفقه أنبياء من كثرة علومهم، تفاصيل كبيرة يحفظونها في صدورهم رحمهم الله. تفضل يا سيدنا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في وقف الوقت فأعاد، يعني ما زال وقت الصلاة ما خرج وقتها، وجد الماء بعد أن صليا بالتيمم ولم يخرج وقت الصلاة، فماذا فعل كل واحد؟ فأعاد أحدهما الصلاة، واحد توضأ وأعاد الصلاة، الثاني ولم يعد الآخر، الآخر ما أعاد الصلاة، يعني واحد ماذا فعل؟ توضأ وأعاد الصلاة، الثاني
ماذا فعل؟ لم يتوضأ ولم يعد الصلاة. طيب، ثم أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. أصبت السنة يعني أنت لك الأجر في هذا مرتين، يعني صليت الفرض سقط عنك، لما فعلت المعادة هذه عدتها تكون سنة بالنسبة إليك، يعني لا يجب عليك كان. واضح؟ يعني لا يجب كان، إنما أنت لأنك أعدت هذا كان فيه بالنسبة إليك يعني ثواب، لك ثواب. طيب، وأخذ من هذا الحديث جواز الاجتهاد في زمن النبي، لأن هذين كانا عندهم علم، مثل أبو يعني هذان ممن لهما أن ممن لهم أن يجتهدوا. طيب، فقال للآخر لك الأجر مرتين. رواه أبو داود والنسائي. يعني هذا الذي أصاب السنة أي فعل الواجب عليه، ما عليه معصية وصح، هذا الذي لم يعد والذي أعاد له ثواب مرتين بالفرض والإعادة، هكذا. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله عز وجل وإن كنتم مرضى أو على سفر قال إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح فيجنب فيخاف أن يموت إن اغتسل تيمم. نعم، هذه المسألة يا أحباب، جواز التيمم أحيانا يراد به في حالات وجوب التيمم، يعني يقولون بالجواز ليس على معنى أنه إن شئت وإلا لا تصح من غير تيمم ولا وضوء، فيعبرون بالجواز المراد هنا أنه له أن يتيمم وليس ممنوعا التيمم، لكن أحيانا يكون واجب التيمم من أي باب حتى تصح صلاتك. واضح يا أحباب؟ هذا معنى الجواز في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان المرض ينضر معه الشخص ضررا يزيد علته أو يعطل شيئا من بدنه من أعضائه، فهنا حرام عليه استعمال الماء. يعني أحيانا أنا قد أتيمم مع وجود الماء لأن استعمال الماء يضرني، إذن ليس لفقد الماء الفقد الحسي فقط، هناك فقد للماء فقدا معنويا وفقدا حسيا. أخذ من الآية وإن كنتم مرضى، فالمريض قد يكون معه الماء لكن يضره استعمال الماء، يخاف من استعمال الماء أن يتلف نفسه أو عضوا من أعضائه، فعندها وجب التيمم. هذا معنى الحديث. القروح الجروح، واحد كان من الصحابة مع بعض الصحابة أجنب وكان في رأسه شجة، يعني فتحة في الرأس، قام جنبا كان في برد، قالوا له اغتسل، أعوذ بالله، أفتوه فتوى باطلة أن يغسل الموضع المصاب، هو كان المطلوب أن يغسل الموضع الصحيح من جسده ويمسح على الموضع الذي فيه علة مع التيمم عند بعض العلماء. فالحاصل هو صب الماء على جسده فدخل الماء في الجرح فقتل، مات. النبي قال قتلوه، قتلهم الله. النبي غضب، أفتوه بغير علم. هذا الأمر يعني ينظر الإنسان منا أنه هذا في زمن الصحابة بعضهم أفتى بغير علم، سبحان الله. الأمر الثاني، الإنسان يتعلم إذا كان من أهل العلم الثقات، لذلك الرسول في تتمة القصة ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ ألا سألوا إذا جهلوا، يعني إذا كان ما عندك جواب اسأل أهل العلم. سؤال أو شفاء العي السؤال، أنا كيف أشفي جهلي؟ كيف أخرج من الجهل؟ بالتعلم من أهل العلم الثقات. هذا معنى. طيب، تكمل هالكم حديث إن شاء الله. رواه الدار قطني موقوفا ورفعه البزار وصححه ابن خزيمة والحاكم.
وعن علي رضي الله تعالى عنه قال انكسرت إحدى زندي فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر. نعم الزند هو هذا هنا هذا الزند لما نضع الجبيرة هذا الذي يكون حتى يشفى الكسر هذه الجبيرة وحكمه ما يغطي الجرح مثل الجبيرة هذا يكون أحيانا أخذ قدرا زائدا على الموضع الذي هو فيه علة يعني الجبيرة تغطي الموضع العلة وزيادة للاستمساك حتى يمسك تمسك الجبيرة حتى يصير هنا قبض على الموضع يزيدون في هذا الذي يغطي اليد أو الرجل أو نحو ذلك فهنا عند الشافعية إذا صارت هذه الزيادة ماذا يفعل عندهم يغسل العضو الصحيح ويمسح على العضو المصاب ويتيمم هذا عند الشافعية المالكية عندهم تفصيل آخر عندهم بدون تيمم عندهم في مسائل بدون تيمم لكن المسح على الجبائر فيه تفصيل ونحن المطلوب أن نتعلمه إذا دخلنا في هذا يعني الواحد منا معرض أن يستعمل شيئا يغطي به جسده لعلة جروح حرق كسر فتتعلم ماذا تفعل لا نترك الصلاة نتعلم كيف نصلي مع الجبيرة وهل علينا إعادة أم لا يعني صلينا هذه المدة على هذه الحالة هل نعيد الصلاة بعد الشفاء وفك الجبيرة الشافعية قالوا إذا كانت الجبيرة في أعضاء التيمم فتعيد وجوبا يعني عندهم تصلي هذه الفترة ثم لما تفك مثلا يدك إذا كان اليد أو الوجه تعيد هذه الصلوات هذه المدة سبحان الله الله يزيدنا ويفقهنا في الدين نعم يا حبيبي يا تفضل يا شيخي إذا كان الجسم كله مجبرا نعم كان محروق مثلا هل هذا بعد أن يفك هذه الجبيرة عند المالكية لا يعيد روح يا عم ها مالكية ما شاء الله إيه نعم هو الواحد إذا أخذ بهذا وهذا هذا فيه يعني التخفيف علينا لكن يعني تعرفوا أنه أحيانا التلفيق لا يصح ولا يجوز التلفيق يعني أن تجمع بين مذهبين في حالات لا يجوز ولا يصح مثل التلفيق في أحكام النكاح إذا كان عقدك عند الحنفية لا تعمل مثلا بقول عند الشافعية أو المالكية يخالف الحنفية في النكاح لا تلفيق ومسائل أخرى أما بعض العلماء قالوا يجوز التلفيق مع الكراهة وبعضهم قال لا يجوز التلفيق يعني اختلفوا لكن نحن نقول نحن عوام أغلبنا لا يعرف الأحكام أدلة الأحكام حتى يكون الإنسان مقلد لمذهب قالوا يعرف كل الأحكام التي بنى عليها صاحب المذهب مذهبه أين هذا اليوم بين عوام المسلمين قليل من يعرف أدلة الأحكام صحيح قليل لذلك ليس كلهم مقلدين على وجهه إنما عوام يعني يأخذ مرة عند الشافعي مرة عند مالك مرة عند الحنفي وهذا جائز ليس ممنوعا يعني ولكن هذا يدل كم نحن نحتاج إلى تقوية في العلم حتى تصير في رتبة المقلد الذي هو يعني يقلد مذهبا على وجهه لو درست في جامعة أو في كتابا في الفقه لم تحط علما بأدلة المذهب لذلك مثلا في المذهب الشافعي قالوا إذا حفظ التنبيه كتاب التنبيه للشيرازي طلعتم عليه هذا كتاب كبير هذا من فهمه وحفظه يكون في هذا صار يعني يفهم المذهب وأدلته إيه مختصر خليل هذا مختصر تعرف شرحه وأدلته ليس فقط
تأخذ المختصر أو مختصر ابن عاشر أو متن ابن عاشر لا يكفي، أو الرسالة لا يكفي، هذا من أصغر المختصرات تفهم أدلتها، أدلة الأحكام فيها. نعم. أنا لا يعني أقول أنها صعب، ولكن أبين أننا نحتاج إلى بذل جهد حتى نصير عندنا توسع في العلم، لأن البعض يخرج من الجامعات معه ورقة شهادة لو دكتوراه، يظن نفسه الإمام الشافعي عن جد، يظن نفسه فهم كل المذهب. واضح؟ وكذلك في اللغة كثير منا يقول ليس صحيحا، لا يصح في اللغة كذا. أنت أحط بكل الاختلافات؟ ما أحط بكل الاختلافات، كيف تقول لا يوجد؟ قل ما رأيته، ما اطلعته. لا يوجد غير أن تقول ليس موجودا، ما وجدته، ما وجدته غير ليس موجودا، أنا ما اطلعته. واضح؟ فرق كبير بين هذه العبارة وهذه العبارة. من سام نفسه فوق قدره رده الله إلى قدره، هكذا قال الإمام الشافعي رضي الله عنه. تفضل يا سيدنا. مولانا إذن يعني هل يجب علينا نحن كطلاب يعني أن نتبع مذهبا واحدا؟ لا يجب. لا يجب أن نتبع مذهبا واحدا، لا يجب. يجوز أن تتبع مذهبا ثم تغير إلى مذهب آخر، ويجوز لك أن تأخذ في مسألة مثلا الزكاة عند الشافعي ومثلا الصلاة عند مالك، ليس حراما ولا ممنوعا. واضح؟ لكن نحن نذم الذين يقولون باللا مذهبية كالوهابية، بعضهم يقولون إن اتباع المذاهب شرك. شو يعني اللا مذهبية؟ يعني على زعمهم حرام أن تقلد مذهبا بعينه، مرادهم أن تفتح الحديث وفسر من عندك والقرآن، يعني أن ترجع إلى القرآن والحديث. أصلا نحن لما نتبع مذهب مالك أو أبي حنيفة شو يعني؟ ما هو؟ ما معنى اتبعت الشافعية؟ هو فهم الحديث والآية فاتبعته في فهمه، ليس معناه اتبعته دينا جديدا أتى به الشافعي، لأنه أفهم مني وأحاط بعلوم ليست عندي، وآلة الاجتهاد فيه علوم اللغة، آيات الأحكام، الإجماع، أحاديث الأحكام إلى آخره، فهم فشرح لنا، هذا معناه. قلدت الشافعي ما ذهب إليه، ما معنى مذهب؟ ما ذهب إليه المجتهد في فهم الآية أو الحديث، هذا معنى مذهب، ما ذهب إليه. واضح؟ إذا أنا لا أقول باللا مذهبية، اليوم يشددون عليها، ليس فقط الوهابية، كثيرون يريدون أن نحل عن المذاهب المعتبرة حتى يصير فوضى أكبر. لا، نحن نتبع هؤلاء، فأقلد في هذه واحدا وأقلد في هذه واحدا يجوز، لكن قلت لكم حتى ننتبه، من أراد أن يقلد، من أراد أن يلفق، في حالات لا يصح التلفيق، في حالات كالنكاح يعني ينتبه، في حالات لا يصح. ممكن فيه كتاب مولانا عن التلفيق هذا يتكلم؟ هو كتب الفقه كلها تذكر في التلفيق، يعني مثل المجموع للنووي رحمه الله يذكر مبحثا كبيرا في التلفيق، الآن لا يحضرني غيره. يعني هناك بعض الأحكام القانونية تأخذ بمذاهب معينة. إيه نعم، مثل المحاكم في أكثر الدول العربية عملت بالمذهب الحنفي، لأن الدولة العثمانية في الأصل هي دولة طيبة، في الأصل الدولة العثمانية الخلفاء العثمانيون كثير منهم أولياء كانوا صالحين، لكن التاريخ شوه ما خدموا به الدين، لو أخطأ بعضهم أو أخطأوا في بعض الأمور، لكن من حيث العموم نفعوا الدين والإسلام على مر مئات السنين، حتى ننتبه. إنصافا لهم رحمهم الله، الخلفاء العثمانيون أغلبهم كانوا من الطيبين، مع إنكارنا لبعض ما فعله البعض، يعني هذه قاذة قيد. طيب، الأمر الثاني ما هو؟ أن هؤلاء كانوا من ضبطهم للأحوال الشخصية. ما معنى الأحوال الشخصية؟ طلاق، زواج، حضانة، نفقة، هذه المسائل تسمى أحوال شخصية. فماذا وضعوا؟ وضعوا
قانونا شرعيا على المذهب الحنفي، وضعه قدري باشا اسمه رحمه الله، مطبوع الكتاب هذا، وضع أحكام هذه المسائل على أي مذهب؟ الحنفي. فطبقت في بلاد المسلمين غالبا يعني باعتبار المذهب الحنفي، لأنه اعتمد الذي وضعه قدري باشا، إلا في بعض المسائل خالفوا، بعض البلاد خالفت، بس بشكل عام بلاد المسلمين في هذا الزمان يعملون في المذهب الحنفي في الأحكام التي تسمى الأحوال الشخصية، طلاق، زواج، نفقة، حضانة، رضاعة، إلى آخر هذه المسائل. نعم. كلنا مقلدون، نحن لابد أن نقلد. أنا المقصود لما يقول العلماء هذا مقلد للمذهب الشافعي، يعني فهم مذهبه ولما قال حلال وواجب وسنة وركن. لكن اليوم العامي لابد أن يكون قلد واحدا من هؤلاء، لابد. إيه على هذا المعنى هو مقلد، العامي مقلد، لكن لست مقلدا لمذهب بعينه في كل مسائله. غلب على العوام اليوم لا يقلدون مجتهدا في كل المسائل، يخلطون. حتى أنتم في قانونكم مثلا أندونيسيا كتبوا في الدولة، وماليزيا كتبوا أن المذهب شافعي والعقيدة أشعرية، صح؟ أظن ماليزيا هذا كتبوا. إيه. ومع ذلك في مسائل كثيرة منتشرة بين المسلمين اليوم ليست مذهب الشافعي، إنما مذهب من؟ حنفي. مثلا العملة الورقية، ألا نزكي عليها؟ ألا نخرج الزكاة عن العملة الورقية؟ هذا عند الشافعي ومالك لا يجب فيها، تجب الزكاة عند أبي حنيفة. لكن اليوم عمل المسلمين على أي مذهب في هذه المسألة في كل البلاد؟ أبو حنيفة، لأنه أنفع للفقراء، صحيح؟ إيه، لأن الآن المال الورقي هذا يروج بين المسلمين والناس كما تروج كان الذهب والفضة. فاليوم الناس يعملون بهذه المسألة عند أبي حنيفة مع أننا شافعية مثلا. واضح؟ تفضل نقرأ هذين الحديثين يا سيدنا. يلا. رواه ابن ماجه بسند واهن جدا وعن جابر. واهن يعني ضعيف يا أحباب، واهن جدا، هذا يعني ضعيف جدا. نعم. وعن جابر رضي الله تعالى عنه في الرجل الذي شج فاغتسل فمات، إنما كان يكفيه أن هذا الذي قلت لكم شج رأسه، شج رأسه يعني فتح من الضربة أو نحوها، فاغتسل وأدخل الماء إلى داخل الرأس فقتل مات. إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خيطة. يعصب يعني يغطي جرحه بقطعة قماش أو نحوها، يعصب يربط قطعة قماش أو نحوها. ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. لاحظتم في هذه الآية فيها ذكر التيمم وفيها ماذا؟ الغسل والمسح، يغسل ويمسح ويتيمم. نعم. رواه أبو داود بسند فيه ضعف وفيه اختلاف على رواته. فيه اختلاف على رواته، يعني اختلفوا في الرواة، وهذا يحصل في كثير من الأحاديث. أما بالنسبة لهذه المسألة فيها ذم الفتوى بغير علم، وفيها جواز المسح على الجبيرة، وأحيانا لا يكون الواحد وضع جبيرة ولا غطاها بشيء، تكون العلة بأنها لا تغطى ولا يوضع عليها ماء، لا يصح، يعني يضرك الماء إذا جاء عليها الماء يضرك، وتكون تبقى مكشوفة، هذا كأنها مغطاة، يغسل السليم ولا يغسل عليها ولا يمسح، لكن عند الشافعية يتيمم. واضح؟ سبحان الله. إيه لا تترك الصلاة يعني حتى إذا أنت ما قدرت لا على التيمم ولا على الغسل، بيحصل هذا، كنت في المستشفى ما أحد وضأك ولا يممك، ما عندك من ييممك ولا يوضئك.
وكنت عملت عملية لا تتحرك بها، ماذا تفعل؟ أو حبسوك في مكان من حديد مثلا، ماذا تفعل؟ لا معك ماء ولا تراب ولا حجر، ماذا تفعل؟ أربعة أقوال العلماء: يصلي ويعيد، يصلي ولا يعيد، لا يصلي ويقضي، لا يصلي ولا يقضي. الذين قالوا يصلي قالوا حرمة للوقت، سبحان الله. لاحظتم؟ ديننا واسع لكن سهل، لكن نحن نتعلم. نعم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: من السنة ألا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف جدا. نعم، هذا يذكر فتح في فتح الباري كيف أنه يعني فيه ضعف، ومع ذلك أخذ به الشافعية لما جاء من روايات أخرى. الشافعية عندهم كل فرض تتيمم له تيمما، أما المالكية عندهم سبحان الله أيسر، بالتيمم هذا تصلي أكثر من فريضة إلا إذا حصل معك ناقض من نواقض التيمم، ونواقض التيمم هي نواقض الوضوء وفيها زيادة. بارك الله فيكم ولكم وعليكم، ما يعني الله يحسن إليكم ويبارك فيكم. يعني ما شاء الله هذه المسائل هنا تجد الواحد يحتاج أن يفسر الحديث كما ذكرت لكم البارحة، وإلا إذا مررنا هكذا قد لا نفهم. الله تعالى يتقبل مني ومنكم إن شاء الله. لقاؤنا غدا بإذن الله تعالى. من لم يأخذ النسخة هذه بعد؟ الكل أخذ؟ يوجد نسخة هنا تأخذون إن شاء الله. هل يوجد سؤال يا شباب؟ تفضل. اسمعوا اسمعوا، استفيدوا من السؤال. إذا واحد كان لا يجد الماء، فقد الماء مثلا، فصار إلى التيمم، هذا يتيمم كان على جنابة، فهذا يتيمم ويصلي بتيمم واحد، يصلي يعني هذا يبيح له الصلاة لو كان انتقض وضوءه وعلى جنابة، بتيمم واحد يصلي. هكذا السؤال. نعم. الحديثين عن الحجامة. نعم. واحد في 73 وواحد في 103. كيف نتفق؟ 103 أو 73. يحتاج ما تصلي. 103 ما في عن ال. عن الحجامة. عن الحجامة. إيه. 83. 83 و. أيوة. 96. 96. و 73. احتجم وصلى ولم يتوضأ، وستة وتسعين ماذا فعل؟ وكان يغتسل من الحجامة. يعني هذا لا ينقض الوضوء ولا يوجب الغسل، لكن إذا احتجمت يسن لك أن تغتسل، يسن ولا يجب. أيوة. نعم. يصح التيمم بالحجر الذي يقال له الحجر الطبيعي كالصخرة والحجر، يعني الذي ليس مطبوخا، ليس هذا الذي يبنى به، يعني يكون بالنسبة للبناء يجمعون التراب ويضعون هكذا بالطبخ يصير، هذا لا يصح به. أما الطبيعي يعني الحجر الطبيعي كالصخرة ونحوها يصح عند غير الشافعية، قالوا الصعيد كل ما على وجه الأرض من تراب وحجر، يعني حتى هذا البلاط الذي يسمى الرخام
هذا طبيعي، فهذا يصح التيمم به عند بعض الفقهاء. حتى نعم. من الزجاج؟ الزجاج لا، قلنا حجارة طبيعية. زجاج، سجادة، هذه لا يصح. المخدة التي ينام عليها الناس لا يصح. بعض الجهال في الطائرة على الكرسي يتيممون بزعمهم، الكرسي الذي أمامه لا يصح، هذا بالإجماع ليس عليها غبار أصلا. ثانيا، وهو قادر على القيام في صلاة الفرض لا يصح أن يصلي قاعدا، تجده يصلي على الكرسي في السفر قاعدا، لا يصح هذا. قم وصلي في الطائرة، وإن منعوك لا تبالي، صلي، لا ترد على هذا. مرة قال لي واحد على ذمتي يا شيخ، هذا المضيف، شو على ذمتي يا شيخ؟ أنا أسأل يوم القيامة، أصلي، لا تأخذ معك وقت قليل الصلاة، حافظوا عليها، لا نتركها في الأسفار ولا في المرض. البعض لما يدخل المستشفى يترك الصلاة، أنت إذا مرضت تلجأ إلى الله، لا تقع في معصية الله، انتبهوا. الله يبارك فيكم. نعم، هل من سؤال؟ وضحت سيدنا؟ شكرا. طيب، من سؤال يا شباب؟ أيوة سؤال. نعم، ماذا حديث السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم والصالحين مساجد؟ نعم، لعن الله تعالى اليهود والنصارى اتخذوا قبور أوليائهم أنبيائهم مساجد. كانوا إذا مات النبي عندهم أو الولي بنوا عليه شيئا واتخذوه في الصلاة قبلة. أما نحن لا نفعل هذا، أهل السنة المسلمون لا يفعلون هذا، حتى لو كان هناك قبر وأردنا الصلاة أو بنينا مسجدا حوله، ماذا نفعل؟ نجعل ستارا في العادة، يعني يكون قبر هذا الولي مثل حجرة وحدها، وباقي المسجد يكون، ولو كان مدخل القبر أو المقام من المسجد، لو كان كذلك لا أكون أنا في هذا عبدت صاحب القبر، لا عصيت، ولا فيه كراهة، ولا فيه كفر. إذن هؤلاء كانوا يعبدون أصحاب القبور، أما نحن لا نعبد أصحاب القبور، لا النبي ولا الأولياء. طيب، لماذا يكون المسجد فيه قبر؟ نحن نقول هذا الميت ما دفناه في المسجد، المسجد موقوف للصلاة، نحن يكون هذا دفن ابتداء الميت، نبني مسجد حوله كما جاء في أصحاب الكهف، أبنوا عليهم، ماذا بني عليهم؟ بعدما ماتوا ماذا فعل به؟ مسجدا. من يحفظ الآية الآن يذكرون باللفظ؟ لنتخذن عليهم مسجدا. هذا للمدح كان، ما كان مذموما هذا، وليس نعبدهم ونسجد لهم، فرق. ثم لما يكون مسجد يموت ولي الحي أو الناحية يدفنونه ليس في المسجد، بجوار المسجد، هذا وهذا لا يكون نحن توجهنا إلى القبر. ثم إذا كان في القبر، إذا كان القبر ووضعنا ساترا، حائط، ستارة، شيء هكذا بحيث لا يظهر عند الصلاة القبر، ولو كان صار القبر باتجاه القبلة ليس حراما ولا مكروها. طيب إذا كان مكشوفا القبر والقبلة باتجاه القبر، قال العلماء مكروه وليس حراما، مكروه وليس حرام، لأني لم أقصد القبر. لذلك عند الشافعية وغيرهم الجنازة أين نضع الميت؟ لا، في الأمام. عند الشافعي يكون الميت أمامنا، الحنفية يضعونه خارجا أو خلفنا. عرفتم؟ إذن يجوز، ليس حراما، أنا لا أعبد صاحب القبر. إذن ورد في الحديث لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها السرج، يعني الذين كانوا يضعون الشموع على القبور لا لحاجة، لتعظيم صاحب القبر فقط، هذا حرام. أما إذا وضعت الشمع أو الضوء
حتى يستفيد الزائرون لأنها ظلمة أو في الليل أو يدرس أو يقرأ قرآن، يجوز وليس حراما. أما الجزء الأول من الحديث نسخة: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. فإذا شيخي هذا الحديث تتمة الحديث، السيدة عائشة ماذا قالت عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم: ولولا ذلك لجعلوه بارزا. فإذا بينت أن قبر النبي ماذا فعل بعد أن دفن النبي؟ وضع شيء من الحائل، ستارة هكذا، مش ستارة، حجارة بني حول قبر النبي هكذا حجارة، لكن ليس مرتفعة كثيرة، حتى إذا صلوا باتجاه القبلة وكان القبر في الأمام لا يكون الشخص استقبل القبر، لأنك إذا أنت صليت في الناحية التي هي في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، الآن يدخلها النساء من جهة يعني الظهر، ظهر النبي، يعني ليس من جهة المواجهة، من الجهة الخلفية حيث يدخل النساء، يسمونه ناحية أهل الصفة. كان هناك يجلس صحابة رسول الله المعروفون بأهل الصفة، فهذا الموضع من الخلف من الحجرة النبوية، الروضة من هنا والمواجهة من هنا، ومن هنا الظهر، ومن هنا باب البقيع. الذي يصلي من الخلف من يكون أمامه؟ القبر، رسول وأبو بكر وعمر. لكن كم حائل بينه وبين النبي؟ يوجد أول جدار، ثم فراغ، ثم ستارة قماش، ثم جدار مقفل، ثم في الداخل ستارة. لاحظنا؟ إذن لو كان أمامنا ما عاد هناك بارز، ليس ظاهرا يعني القبر، عم نصلي اتجاه القبر، هذا ليس شركا. فهذا أبو بكر الجزائري والألباني وابن عثيمين لما قالوا يجب إخراج القبر من المسجد، الرسول ما دفن في المسجد، الرسول دفن في غرفة في حجرة عائشة، بيته، بيت عائشة، ما دفن في المسجد، لكن كانت حجرات زوجاته متقاربة، فلما مات دفن في حجرة عائشة، وباقي الحجرات أضيفت للتوسعة، لأنه لما متنا وبعضهن قبل من زوجات الرسول، لأن هذا المكان يكون لمصالح المسلمين، أضيف للمسجد في التوسعات. السيدة حفصة التي هي بنت عمر زوجة النبي رضي الله عنها ماذا قالت؟ أقبل بالتوسع لكن تبقون لي شباكا أرى منه قبر النبي. فإذا أنت الآن ذهبت تجد مقابل المواجهة الشريفة تجد شباكا ما زال إلى اليوم، هذا الشباك موجود، انظروه إن شاء الله لو بالصور ترونه، هذا كان بيت حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها، الذي طلقها النبي مرة فأمره الله أن يعيدها رضي الله عنها. فالحاصل نحن لا نعبد قبور الصالحين ولا الصالحين، نعبد الله، لكن اعتقادنا بالأولياء أن فيهم بركة. نعم، واضح شيخي؟ واضح. حاضر، من عنده سؤال؟ نهلل مرة ونصلي على رسول الله.